بتفكري ايه يا كريم؟ انت اتجننتي في دماغك ولا ايه؟ سبتي زينب مع العمدة وانت عارفة انت عاملة العقد ده ازاي؟ ايه؟ هيجيلك قلب؟ هيجيلك قلب؟ عينك تغمض وتنام وبنتك نايمة ببيت راجل غريب؟ هروح اجيبها والناس تعرف؟ ده فضيحتنا هتبقى في جلاجل، وحتى الحكيم لو عرف هيعمل فيا ايه؟ هيحط جزمته فوق رقبتي ويذلني ويحطني في دماغه اكتر ما هو حاططني. هتعمل ايه يا كريم؟ أنا عارفة إنك كارهني، وعارفة إنك مش طايقني، وعارفة إنك شايفني ست فلتانة ومليش رابط، بس أنا عايزة أقولك أنا بميت راجل، وراجلي عندي بالدنيا دي كلها، ومروان بحبك، أنت عنده بالدنيا واللي فيها، لولا كان زمانك مرمي في السجن. بعدين من ميتة مروان عايز يسرقك ولا ياخد حقه مش حقه؟ سألتي نفسك؟ سألتي نفسك هو اللي نسي نفسه وقاعد يشتغل سنين من غير ما يفكر هيعمل ايه لنفسه ولا يعمل ايه لبكرة؟ وشغال زي الحمار المربوط في ساقية، كل شهر يجي يرمي اللي عمله تحت رجليك عشان ينور رضاك وحبك. يعمل كده؟ مروان عندي ومش عايز حاجة منك، وأنا مالي كله تحت أمره وهشيله فوق دماغي، بس مروان ممكن ما يطلعش عليه نهار. عارف ليه؟ عشان حسي بس إنك شكيت فيه، صعبان عليه، ما تبقاش عارف مين اللي شالك طول السنين دي كلها ومين بايعك. بتحبي مروان للدرجة دي؟ نن عيني من جوا. طب روحي انت دلوقتي. اقول له ايه؟ روحي. انت لو قلت لمروان ارمي نفسك في النار هيعمل كده. قلت لك روحي انت، روحي. برضه مصممة تمشي يا حاجة؟ والنبي يا كريمة، أنا دماغي وجعتني ومش عايزة أوجع دماغ خالص تاني. وأنا اللي قلت هتبقي معايا وفي ظهري واقفة جنب مني. معاكي ضد مين ومع مين يا كريمة؟ أنا مش قادرة أفهم إزاي كل واحد فيكم مصدق اللي في دماغه وشايف إنه صح. طب وإنت شايفة إيه يا حاجة؟ أنا مش شايفة حاجة خالص، مش شايفة غير الهم، هم طويل ما يتلم، بدل ما كل واحد فيكم ياخد التاني ويحاجي عليه وياخده في حضنه ويطبطب عليه، لازم كل واحد فيكم يحافظ على التاني، لازم كل واحد فيكم يسأل على التاني ويبقى هو سنده وظهره اللي محتاج له في أي وقت. لكن لا، كل واحد فيكم بينهش في التاني. ليه؟ مش عارفة. انت بتقولي لي أنا الكلام ده ليه؟ ما تروحي تقولي لي عبد الحكيم اللي واكل حقي وحق بناتي وحق عبد الله اخوه. قلتهوله يا كريمه، قلتهوله وقلت لكل واحد شفته في العيله دي، لكن اعمل ايه؟ دماغها زي الصخر ما بتسمحش الا اللي فيها وبس. اسمعي يا كريمه، انتوا رايحين الدوام لله والعيال اللي باقيين لازم يلاقوا بعض، بدل ما يتنطور كل واحد في حته ويدوروا على بعض من كتر اللي عمالين بترضعوه لهم، عمالين بتزرعوا شر شر شر. اشربوا اشربوا في الاخر يا كريمه. يعني برضه عايزه تمشي؟ ايوه يا كريمه همشي، هروح بيتي وهقعد فيه، واللي يجيني فيكو هشيله على دماغي، بس قبل ده لازم تعرفوا كويس كل واحد فيكم ان انا كنت على حق.
اعملي اللي يريحك يا خالتي. مالك يا شمس؟ قاعدة حاطة يدك على خدك ليه كده؟ فتحي هم للبيت. عايز ايه؟ هو ما عايزش حاجة، هو خايف وقلقان عليا. قولي من الآخر، قولي من الآخر. عايزة بيت لوحدي. وماله؟ دوري على أي بيت أنت عايزاه وانقلب فيه. إن شاء الله من دلوقتي. سلام. في إيه بس؟ مالك؟ ما كانش لازم تروحي له يا فريدة. لا، كان لازم، وأنا عارفة متأكدة إنه صدقني. شوفي مين؟ اهلا يا حاج، تفضل. مرام فين؟ تفضل يا حاج. كيفك يا مرام؟ كيفك يا ولد؟ الحمد لله يا ابوي. عايز اعرف ايه اللي حصل بينك وبين حسن. عن اذنكم تكلم يا ولد. ما فيش حاجه يا ابوي، مفيش حاجة. أنت بس اللي شفته فهمته غلط. وإيه هو الصح؟ يعني أنت كنت تصدق إني هقتل أخويا حسن. حسن بحسه زي ولدي، حسن الصغير يا أبوي. أنا بس كنت بفهم وبعقله. تعال معايا يا ولدي. مش قبل ما تفطر يا حاج. لا انا خلاص شبعت. شبعان ده ايه؟ صدق وتؤمن بالله النهارده عيد. انا مش مصدق انك خطيت عتبه بيتي. انا النهارده بس اتجوزت مروان. يلا يا ابوي، يلا نقوم. بسم الله. تفضل يا ابوي. تعال. يا حسن، انتوا راس مالي العمارة اللي بنتها، وكنت فاكر اني اساسها متين، بس انا مش هسمح ان العمارة دي تقع او حتى تميل. يا ابوي اسمع. تتكلمش النهارده. يدك في يد مروان، تسمع كلامه. أي حاجة يقولها اتنفذها بالحرف الواحد. لكن اللي أنت عملته حسابك معايا بعدين، لما أهدم اللي أنا فيه. يا أبوي اسمعني. أفهم إيه؟ عايز تقول إيه؟ لسه عايز تكذب تاني؟ ليه أنا دايماً كذاب ووحش في نظرك؟ ليه دايماً ظالمني؟ اجرس! بعد يدك! ليه مصدق وهو مكذبني أنا؟ عشان إيه؟ ليه بتحبه أكتر مني؟ ليه مديلي كل حاجة وأنا لأ؟ ليه؟ كذاب! كذاب! اجرس خالص! لعلمك لو عقلك ما رجع لكش هموتك بيدي وأدفنك بالحياة، فهم؟ ايه في ايه؟
الحقني يا عبد الحكيم، انا بموت، وقعت من على السلم، باني هسقط. ايه؟ طيب هبعت لك حد. يلا انت، يلا. سيد. ايوه المأذون موجود بره. طيب خليه يجي. تفضل يا مولانا. يا مولانا، عثمان العمدة كتب على زينب؟ مالك قلقان ليه؟ عمدة وكلمته ماشية، أنا عارف وسخ، أكيد ضغط عليك ولا هددك بحاجة. حصل ايه؟ اي واجه؟ كتب عليها؟ حصل. يعني كتبت الكتاب؟ العقد السليم 100%؟ عارف لو كنت بتقول حاجة غلط. حاشا لله. طيب يا عمدة، طيب يا عثمان. طمنيني عليك يا زينب، انت كويسة؟ أنا كويسة حبيبتي، ما تخافيش. الحمد لله. التور ده ما أذكيش في حاجة يا بنتي ولا يقدر. قولي لي يا ماما. نعم. بتفكري في إيه؟ أبداً، هاخدك أنت وهو نروح للمأذون عشان تكتبوا الكتاب. إيش؟ انتي مش قلقانه يا زينب ولا خايفه؟ انا مش خايفه يا ماما، اللي يخاف هو عبد الحكيم، علشان العمده ده هيبقى زي الخاتم في صباعي. هيبقى ده ايه؟ ده بقى خلاص. الله يبارك لي فيك يا بنتي. الف مبروك، الف مبروك. اتفضلوا اتفضلوا. معلش يا حبيبتي. اهلا وسهلا. بس أنا كده مستريحة. اركب أهو، تبقى بحمى راجل على الأقل. تعالى يا ست، تعالى يا ست، نطلع البتاعة دي. كتر خيرك يا عمدة. اتفضلي. أهلا بالزينة. تعالى يا زينة. أهلا أهلا أهلا. اركبي يا جمراية، اركبي. تعالي حبيبتي. يلا يا ابني، توكل على الله، توكل على الله. بقيتي مرات عثمان العمدة اللي متجوز ومخلف قدك يا زينب؟ كل ده عشان ايه؟ انت كده بترمي نفسك في النار يا زينب؟ جاية دلوقتي تقولي لنفسك كده؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ في ايه يا عبد الحكيم بيه؟ انا عملت ايه؟ يعني مروان كان عايز يقتل اخوه وانت شاهد على كده؟ امشي بره. الكلب ده لو ما مشيش دلوقتي من قدامي هقتله، ومش عايز اشوف وشك تاني. فاهم؟ فاهم. بره بره. فين؟ جدع ده لازم يطلقك. يطلقني؟ مين اللي يحكم بك ده؟ انا من النهارده هتتطلقي منه، فاهمه؟ وانا ما عايزاش اتطلق يا عبد الحكيم، ما عايزاش اتطلق. اجولك عاد سكه الورق بقى دي كلها معايا يعني، ومش كده وبس، الارض والمال وحاجات كتير محدش يعرف عنها حاجه. ايه بقى اللي محدش يعرف عنه حاجه ده يا عمده؟ الفلوس، الفلوس كده اللي شايلها على جنب ومحدش عارف عنها حاجة. هو احنا لينا كتير يا عمدة؟ يوه ياما. طيب انت بقى هتجيب لي الورق والخرايط اللي تثبت حقنا ده، مش كده؟ ان شاء الله بكرة. طب ليه مش النهاردة؟ النهاردة
النهاردة دي أنا وأنت يا جمرايا. لا يا حبيبي، أنت بقى تضحك عليا بالشويتين دول ما ينفعنيش. تجيب لي حق كده ومستحقي تبقى جوزي وحبيبي، غير كده انسى. ماشي يا زينب، ماشي. ريتال سايبة البيت الكبير وجاية عندي، وحشتك إياك. في عينة زمانك ما تتعدي. ليه؟ شايفاني عوجة؟ عوجة. وكلامك مش عاجبني؟ ما أنا كلامي ما بجاش يعجب حد خالص. إيه المقابلة الزفت دي على الصبح؟ ما تتعدي يا بيت. هو أنا كده أمشي يعني؟ لا ما تمشيش، اقعدي معايا. تعالي تعالي نقعد وفي الهوا احسن. طب اعملي لنا كوبايتين شاي بقى لحسن، انا مصدعه جدا. ايه جبريه مقفل على الشاي والسكر ولا ايه؟ جبريه حبيبتي تعمل معاك انت الكلام ده، انما انا ده انا كلها بسنين. طب تعالي يا اختي اقعدي. اوعي تقولي انك جايه تطمني عليا ولا حاجه. لا يرحمك، انا عارفه ان انت زي القرد ما بيحصل لكيش اي حاجه. انا بس قلت اقعد يعني اشرب معاكي كوبايه شاي كده واريح دماغي من الهم اللي هناك. في ايه يا بنت مالك؟ عايزه تقولي ايه يا نادي؟ سمعت ان فريده كانت في البيت عند عبد الحكيم. وعرفتي منين؟ هي البلد كلها عندها سيرة غير عبد الحكيم واللي بيجرى في بيته؟ لا، السيرة مش سيرة عبد الحكيم خالص، السيرة سيرة فريدة. انت فاكراني هبلة ولا ايه؟ تقصدي ايه؟ اقصد ان فريدة لسه في دماغك مجنناكي. مين دي عشان احطها في دماغي؟ مرات مروان اللي كان جوزك واللي مدلعها على الاخر ومشيها على عجين ما يلخبطوش. ست بصحيح، عرفت تعمل اللي انت ما عرفتيش تعمليه يا هبله. ست دي عامله زي عروسه المولد، دي ولا تسوى حاجه في سوق الحريه. هو اللي رمرام. لا مش معاكي بقى يا نادية، هي من ناحيه ست فهي ست، وست قوي كمان. مروان ده بقى انا عارفاه كويس قوي، كان عايز واحده كده تاخده على الهادي. مروان ده من الرجاله اللي يحب الست بتاعته تدلعه تهننه، لما يتكلم معاها تحسسه ان هو كل حاجه، تفهمه من نظره عينيه. يطفحوا بعض يا حبيبتي، بس انت شكلك واخده بالك منه قوي. انا واخده بالي من اي حد في بيت عبد الحكيم. بقول لك ايه يا نادي، اوعي تحسبي ان مروان هيرجع يقول لك انا اسف انا غلطان، حقي برقبتي. مش هيحصل. ومين قال لك اني عايزاه يرجع؟ اسمعي مني بس يا نادي، اشتري دماغك ريحيها شويه. قومي يلا اعملي لنا كوبايتين شاي، انا مصدعه والله. حاضر يا اختي. هبله مروان. يا ابوي مالك، في حاجة؟ بعرف يا ولدي شوية. تعال يا ابو. سلامتك يا ابوي. حصل بيني وبين حسن. حسن ده صغير وعقله مش حامله. ده انا وانا صغير عملت اكتر من اللي عمله حسن مليون مره والله.
بس كنت مخبي عليك شوية. لأبوي حسن قلبه أبيض، والله يمكن بيحبك أكتر مني. مش مصدقني؟ أنا هقول لك عملي. لما قلت له إن كلام كامل ممكن يدخلك السجن، عارف عمل إيه؟ قطع لسانه وما خاف شيء، وما قالش أنا ممكن أروح في داهية وأدخل السجن. لا لا يا أبوي، ده عمل اللي فيه مصلحتك ومصلحتنا كمان. والله صدقني حسن قلبه طيب. أنا ما ظلمتش حد يا ولدي، لكن لازم أحافظ على الأرض والتجارة والبيت. لما عبد الله سابنا، أبوي حط كل حاجة على رأسي. أيوه ما قدرتش أقول له لا، زي ما أنت دلوقتي مش قادر تقول لي لا. أنت اتظلمت، راحت منك حياتك. أنا كمان حصل معايا كده أكتر شوية، بس كان لازم استنى مع أبويه اللي بيعتبرني إديه ورجليه. مكنتش أقدر أصوره أو أعززه قدام الناس. أنت اتظلمت وأنا اتظلمت، عشان إيديه، عشان إيديه مروان. لو عايز تمشي من قد الحمل اللي انت شايله على كتافك، امشي يا ولدي. ما ينفعش يا ابوي، ما ينفعش. لا ينفع، ينفع يا مروان. انت فاكر ابوك ما يقدرش يشيل الحمل لوحده ولا ايه؟ أنا ما بقولش كده عشان أنا خايف إنك مش هتقدر تشيل الحمل لوحدك. لا أنا ما أقدرش أبعد عنك يا أبوي، ما أقدرش أعيش من غير الكبير. هو صح ربي ما رزقنيش بعيال، بس ما تزعل شيء، ساعات كثيرة قوي بحس انك ابني. والله وبخاف عليك كمان يا ابوي. انا مش هنسى انك عملت مني كبير، عملت مني راجل. يوم معاك يا ابوي كان بسنين الجامعه دي كلها، انت اللي علمتني كيف تكون الحياه يا ابوي. أنا ما أقدرش أبعد عنك، والله يا أبوي لو تطلب عمري كله هديه لك، بس ما تزعلش روحك عشان خاطري. ما تزعلش ولا يكون في بالك، مش عايزك تشيل في نفسك. عادي يعني لما ابوك يضربك عشان خاطر مروان ولا حتى يديك قلمين. ما انت الصغير يا حسن، عايزه يعني يضرب الكبير؟ بس بقول لك ايه، ابوك ده بالدنيا وما فيها، يعني لو مال عليك كده ولا يعني جه عليك عادي، لازم تستحمله. مين غيرك يعني هيستحمله ابن الصغير؟ بقول لك ايه، اكتمي خالص. لا يا حسن مش هكتم خالص. بقول لك ايه، انت لازم تنزل تستسمحه وتبوس على راسه وتقوله انا غلطان يابا. يعني ايه؟ في الاخر انا اللي طلعت وحش؟ انا اللي طلعت براني؟ لا يا حسن، انا مش عايزاك تفكر كده، انا عايزاك تفكر صح. بصراحه بقى يا حسن، انا لو من مكان ابوك كنت عملت اكتر من كده يا حسن. ومروان ايه؟ ما غلطش عمره؟ كل حاجه بيعملها صح؟ ما هو ما ينفعش يقول للكبير انك غلطان. ما ينفعش يا حسن، انت كده بقى مش فاهم اي حاجه. يعني ايه؟ يعني هو الكبير مستحيل يتقال له لا. الله،
شو اللي بيشيل البيت وبيدير التجارة وبيبيع وبيشتري ويقول على ده لأ وده آه؟ مستحيل حد يقول له لأ يا حسن. يبقى لازم نحط فوق دماغنا ونطاطي كمان. حط انت نفسك مكانه كده وشوف ابوك هيعمل معاك ايه. ايه مش هتتغدى معايا؟ ان شاء الله عندك مكلت. خلاص انا هتكلم مع عبد الحكيم. تتكلمي معاه تقولي له ايه؟ انا خلاص مش داخل البيت ده تاني. وانت يا فوزية ان ما كنتيش في ايدي وفي ظهري لا انت مراتي ولا انا اعرفك. ايه الكلام ده؟ ما تقولش كده. لا اقول. عبد الحكيم يحكم على عياله، على جبرية، عليكي قبل ما تكوني في عصمتي. انما انت دلوقتي مراتي، حباه قوي ومش عايزه تخرجي من تحت طوعه. لا انت مراتي ولا انا اعرفك، وبيني وبينك حد الله. خص عليك، انا مش هسيبك، انت جوزي. وبعدين احنا لينا كتير، ما احناش محتاجين، وانا هطالبه بحقي. عبد الحكيم فاكرني لسه خدام عنده عشان بشتغل في ماله. فاكر اللقمه الناشفه اللي بيديهاني دي هيذلني بيها؟ انما لا، ده انا اكلها بملح واشرب من ميه الترعه ولا يتحكم فيا ابدا. عايزاني اهلا وسهلا، مش عايزاني انت حره. لا عايزاك، عايزاك طبعا، ده انت جوزي ولنا عيني من جوه، مش هسيبك يا محروس. ايوه كده ريحتي قلبي. النهارده ان شاء الله هتكون في البيت. والمطلوب ايه؟ عايزين شهود. البلد كلها هتشهد ان امي كانت في البيت وما طلعتش خالص. كيف؟ كان عندنا عزومه كبيره وهي اللي كانت بتخدم عليهم. انت بس قول لي عايز 10 20 100. اسمع، امي مش هتقعد ساعه واحده في الحجز، فاهم ولا لا؟ تمام. انت لو قلت لي الشهود هم، انا هقول لك انا تحت امرك دلوقتي. انا قلت لك البلد كله. يلا بينا. يلا بينا. انا قلقانه يا زينب، لا العمده ده يلوعني ويرجع في كلامه. يا بنتي مين ده؟ عثمان ده هطل. وحياتك انت عندي لا يقلب الدنيا. انا عارفه انا بعمل ايه كويس قوي، ما تخافيش. انت مستنيه حد؟ لا. نعم. ايه مش هتقولولي خشي؟ لا مش هنقولك خشي، بس انا عندي كلام مهم عاوزه اتحدد فيه معاك انت وزين. خير ان شاء الله. سالت عليكي في بيت العمده قالوا لي انك هنا. عايزه ايه يا فوزيه؟ طب مش هتشربوني حاجه في الاول؟ خشي. هات اللي عندك يا فوزيه. بس يا نادي بس، خش يا فوزيه. خير يا فوزيه؟ عايزه ايه؟ انا عارفه انكم مش طايقيني، وكل واحده منكم عايزه تقطعني حتت، بس الكلام اللي انا جايه اقوله كان نفسكوا فيه من زمان. زينب، قلتلي قبل سابق ان انا حقي في ورث ابوي كتير، ملايين الملايين، صح؟ وفايدتها ايه؟ ما هو اللي واخد على اكل البصل ما بيعجبوش التفاح. انا بقى عايزه ادوق التفاح، خلاص زهقت من وكل البصل وريحته، عايزه اعيش واستمتع بالملايين دي. يعني ايه؟ يعني اللي هتقولوا عليه أنا معاكم فيه. يا سبحان مغير الأحوال. فأنت يا فوزية عايزة تقفي في وشي عبد الحكيم أخوكي؟ أي وقف؟ ما قفش ليه؟ إذا كان حرمني من حقي، من مالي كل السنين دي، ورماني في البيت في أوضة بيديني الفلوس كأني بشحتها منه. غريبة يعني. هو اللي بعتك تقولك دي؟ عاوز يعرف اللي في راسنا. خاف لما جبرية دخلت الحجز. احنا ايه بقى اللي يضمن لنا ان انت مش جايه تلعبي علينا لعبه لصالح اخوكي؟ لان اخويا ده عايزنا اتطلق. ايه؟ عبد الحكيم عايز يطلقك؟ ايوه، عايز يخلي محروس يطلقني بعد خلاص عقدتي ما انفكت واتجوزت. عايز الناس تاكل وشي وتقول اني بقيت خارج بيت. كل اللي يهم عبد الحكيم نفسه ومصلحته بس. فوزيه مش مطمنه لك. بقول لك ايه فوزيه،
انت ترجعي البيت تاني. يعني ايه؟ يعني ترجعي تاني بيت عبد الحكيم، تقعدي هناك وتسمعي وتشوفي كل حاجه بتحصل وتيجي تقولها لنا. وانا من يدك دي ليدك دي. يبقى تقومي دلوقتي تروحي، مش عايزه حد يشوفك هنا. ماشي، تشكر يا كريم. ايه رايكم؟ مصدقيني الكلام اللي هي قالته؟ مش مرتاحه لها ابدا. مش هنخسر حاجه، خلينا ورا الكذاب لحد باب الدار. بقى انت يا فوزيه عايزه تقفي في وشي عبد الحكيم اخوكي؟ اي وقف؟ ما قفش ليه؟ اذا كان حرمني من حقي، من مالي كل السنين دي، ورماني في البيت في اوضه بيديني الفلوس كاني بشحتها منه. غريبه يعني. هو اللي بعتك تقولك دي، عاوز يعرف اللي في راسنا، خاف لما جبريه دخلت الحجز. احنا ايه بقى اللي يضمن لنا ان انت مش جايه تلعبي علينا لعبه لصالح اخوكي؟ لان اخويا ده عايزنا اتطلق. ايه؟ عبد الحكيم عايز يطلقك؟ ايوه، عايز يخلي محروس يطلقني بعد خلاص عقدتي ما انفكت واتجوزت. عايز الناس تاكل وشي وتقول اني بقيت خرج بيت. كل اللي هم عبد الحكيم نفسه ومصلحته بس. فوزية مش مطمنالك. بقولك ايه يا فوزية، انتي ترجعي البيت تاني. يعني ايه؟ يعني ترجعي تاني بيت عبد الحكيم، تقعدي هناك وتسمعي وتشوفي كل حاجة بتحصل وتيجي تقولها لنا. وانا من يدك دي ليدك دي. يبقى تقومي دلوقتي تروحي، مش عايزة حد يشوفك هنا. تشكر يا كريم. ايه رايكم؟ مصدقيني الكلام اللي هي قالته؟ مش مرتاحه لها ابدا. مش هنخسر حاجه، خلينا ورا الكذاب لحد باب الدار. انا مش مبسوطه من تصرفاتك. انت بس اللي مش فاهمه القضيه كويس. دي قضيه خسرانه، وبعدين انا اصلا شاكه في الراجل ده. ده غير كده انا مش حابه ان احنا ناخد اي قضيه فيها اي شبهه دلوقتي. غلطانه يا رنا، اسمع الكلام. انا متاكد ان الراجل ده بريء. انا عارف ان انت ما بتحبيش قضايا المخدرات، بس صدقيني التهمه دي متلفقه. واحنا ايه اللي يخلينا ناخد قضيه زي دي؟ انت ممكن تحولها على اي حد من اصحابك. احنا بنبني سمعه هنا للمكتب. غلط. انا لو عملت اللي انت بتقوليه ده ابقى مش مؤمن بالمهنه اللي انا بشتغلها. مش معنى ان انا اخاف من كلام الناس او حد يشكك فيا او مرفض قضيه انا مؤمن بيها. لا، انت كده مش هتبقي محاميه شاطره ومش هتهتمي بحقوق الناس. انا كنت قلقانه عليك بس مش اكتر. لا، ما تقلقيش عليا خالص. عزت شاطر وفاهم كويس قوي هو عايز يعمل ايه، ما تقلقيش عليه. طب مش يلا بقى عشان تلحق المحكمه؟ انت قدامك نص ساعه، الطرق دلوقتي تلاقيها صعبه قوي. انت نازل؟ اه، عندي جلسه. طب والقضيه بتاعتي؟ قضيتك موجوده ضمن القضايا اللي عندي في المكتب، وما تقلقيش انا موصي عليها الساده المحامين هنا ومهتمين بيها جدا. وبعدين ما تشغليش بالك يا شهد، يعني القضيه بسيطه. كنت متخيله ان القضيه بتاعتي هتكون اهم قضيه عندك. اه لا، ما هو الحقيقه قضيتك فعلا مهمه جدا، بس هي مش اهم قضيه في المكتب، لان المكتب عندي ما شاء الله فيه قضايا كتير قوي انا ما كنتش متخيلها. وده يخليك بقى ان انت تحطيني على الرف خالص. انت مش عارفه يا شهد، بس هو انا الفتره اللي فاتت اتعلمت ان انا احط كل واحد في المكان المناسب واعرفه حدوده عشان يعرف هو فين من التاني. عن اذنك. طيب يا عزت، طيب. شاهد، أنا كنت لسه أتصل بيك. خير؟ أنا كنت عايز أقولك الأمور صعبة قوي. كنت معكيش أي صور لعقود الملكية ولا عندك حصر للتركة، حتى عقود الحيازة كلها مع عمك. بس إحنا نقدر نتصرف في كل ده. سامح، في ناس عايزينك بره. مش مهم، أنا كل اللي يهمني إن هو يجي ويقف قدامي في المحكمة. نفسي بقى أكسر الهالة اللي حواليه. عايزاه يحس إن هو مش فوق الناس ولا فوق القانون،
عايزه الناس تبص له على انه بني ادم عادي ممكن جدا يقف ورا القفص او حتى يدخل السجن. ايه مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ انا قلت لك رايي قبل كده واخاف اتكلم تاخدي مني موقف. ممكن بعد اذنك لما تفكري في موضوعي حطي نفسك مكاني. طب ما انا بحط نفسي مكانك، بس انا لما باجي احط نفسي مكانك بفكر بعقل وبمنطق. كل ده عشان ايه؟ الفلوس، الملايين، وبعدين اخدتي الملايين هتشتري فساتين مجوهرات قصور وفلل وعربيات. وبعدين بصي انا هقولك على رايي، بس يا ريت ما تعتبرينيش ان انا بنتقدك. انت يا شهد جميله ومحاميه شاطره، ومتهيالي لو كنت ركزتي في المحاماه كان زمانك بقيتي اشهر محاميه في مصر، وكان زمانك عندك مكتبك اللي انت شغاله فيه ومعاكي فلوس كتير قوي. واسيب حقي؟ هتضيعي من عمرك سنين كان ممكن تبني فيها اسمك، كل ده عشان خاطر قضيه محسوبه عليكي. محسوبه عليا ليه؟ هو انا اللي خدت حاجه مش بتاعتي ولا انا اللي سرقت غيري؟ هيفضل طول العمر يتقال ان انت رفعتي قضيه على عمك ووقفتي قدامه في المحاكم عشان بس تسجنيه وتثبتي ان هو حرامي، في حين كان ممكن الكل يقول عليه ان هو سرقك، وان انت قد ايه كنت قويه ان انت وقفتي على رجليكي وعملتي اكتر من اللي هو اخده منك مليون مره. كان ممكن كمان يتقال ان انت متربيه قوي لدرجه ان انت ما رضيتيش تقفي قدام عمك في المحاكم. اولا انا متربيه كويس قوي وعارفه انا بعمل ايه، ثانيا كلامك ده كله ما يهمنيش خالص. اما بقى بالنسبه للناس وكلام الناس فدول برضو ما يلزمونيش. عارفه ليه؟ لان الناس دي ما راحتش وقفت قدام عبد الحكيم وقالت له عيب، عيب عليك لما تسرق بنات اخوك. اعتبريه درس الدنيا بتديهولك، انت حلو. كلام انشائي بايخ كنا دايما بنسمعه في الجامعه ومن اهالينا ومن الناس العبيطه اللي ما بتعرفش تاخد حقها، الناس الخايبه اللي ملهاش حيله. اما بقى اللي انا اتعلمته واللي انت بكره هتتعلميه ان القوي بس هو اللي يقدر يعيش. مش صح؟ ما انا قدامك اهو عايشه حياتي كويس قوي ومش بفكر في اي حاجه اكتر من اللي انا فيه. كل اللي بفكر فيه هو النجاح، النجاح وبس. على العموم انا قدمت طلب عشان ناخد صوره من اعلام الوراثه. اعلام الوراثه جاوب. ايه ده؟ اعلام الوراثه ده ناقص. ناقص ازاي يعني؟ معرفش، يعني في حاجه غلط مش مظبوط. غلط ازاي؟ فهميني. عمتي فوزيه مش موجوده في الاعلام، اكيد في غلطه مثلا في الطباعه او في التصوير. الطباعه صح 100%. يعني ايه؟ يعني عمي هو بيعمل اعلام الوراثه شال عمتي فوزيه من الاعلام اصلا؟ اعتبرها مش موجوده، يعني ملهاش اي حاجه ولا ليها اي حق؟ ايه رايك في ده كمان؟ انا مش قادره اصدق ان لسه في ناس بالجشع ده في الدنيا. بس انا لسه عند رايي يا شهد، الدنيا مش مستاهله. استاذ تامح، اعتقد ان ده اسمه تزوير، ولا ايه رايك؟ توحشت البيت. نورتي بيتك ومطرحك يما. عيش حبيبي. تعبناك يا سي الاستاذ. البركه في مروان بيه. ولدي حبيبي راجل، ربنا يبارك لي فيه. انا تحت امركم في اي حاجه. تشكر يا استاذ، وانا هبقى اعدي عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا يما. الله يسلمك حبيبي. بقول لك ايه يا مروان، الحريم اللي شادت معايا عشان اطلع راضيهم. حاضر يا يما، حاضر. همك بيتت في الحجز، حسك عينك تفوت اللي حصل ده. غلاوتك عندي ما هفوته. ابوك فين؟ جبرية. البيت نور يا جبرية، البيت نور. الحمد لله على السلامة. عن إذنك أنا دلوقتي. هلا فين؟ حد الله مصر. هتتأخر؟ ما أعرف شيء. سلامة حبيبي. سلام يما. سلام. جبرية أنا هاخدك معايا يومين إسكندرية. لا يا عبد الحكيم، أنا عايزة منك خدمة تانية. أموري خير. تتجوز. تقولي لي
جوز مين؟ كريمة. حاجة في راسك؟ لا، أنا ست العجلين. الولية دي سمها مش هيبرد إلا لما تيجي هنا قدامي في البيت ليل نهار. هي غلاوتك عندي إن ما خليتها تدفن نفسها بالحيم اللي هعمله فيها ما بقاش جبرية. إيه اللي في راسك يا جبرية؟ ما فيش بعد دخول أهل بيتك السجن، وكريمة هتعمل أي حاجة بس تهدك وتكسرك، وأولها جوزت بنتها للعمدة. هتك شفت، والأصول عتقوليها يا عبد الحكيم تتجوز مرت أخوك أو لمها، ولا هتسيبها دايرة يعني على حال شعرها؟ عيب، تتعرف الأصول، ولو سبتها دايرة على حال شعرها أخويا فضايح هتزيد. النهارده مركز، بكره محكمه، بعده دم. لا، تجوزها. وانت عارف لما اقول لك كده انا بجيد النار في قلبي بايدي. بس ها، هنعمل ايه؟ بنلم عرضنا. تجوزها وجيبها لي هنا في البيت، ولم عرضك يا اخوي. ناوي على ايه يا جبرية؟ ايه؟ شايفاك يعني مستغربة. افهم بس اللي في دماغك مثلا؟ لا، انا عايزة افهم ايه اللي في دماغك انتي بالاول. احنا ناس جايبين مالنا وحالنا وجايين نقولوا عايزين نشتغلوا، وانتي صاحبة الفكرة دي. يعني احنا اللي لازم نفهم هنحط رجلينا فين. هو انتي بتفهمي في البيزنس يعني ولا ايه؟ انا افهم في كل حاجة، ما فيش حاجة ما بفهمهاش، واللي ما فهمهوش أسأل عليه وأتعلم وأبقى أشهر من اللي علمني كمان. بس إحنا شغلنا صعب شوية. مش أصعب من اللي عشته واللي أنا بشتغل فيه. لا، أنت مش واخدة بالك، أنت شغلك كله، ما تزعليش مني يعني، في حيز قد كده جوه البلد مع شوية تجار، العشرة منهم ما يجيش واحد من اللي متعامل معاه. ايه السجارة دي؟ مش حلوة على فكرة. انت بتدخني منظرة ولا مزاج؟ والله مزاجي محدش يقدر يعدله. يبقى مزاجك هش، عامل زي قش الرز، يطلع دخان كتير ويخنق وما يعشش النفوخ. شوفي، اصل انت بتتكلمي وخلاص من دماغك. يعني اللي تعيش في الصعيد وحيده من غير راجل وتنزل تشتغل في مالها وسط الرجاله تبقى بمليون راجل، عشان عندنا الست ان ما كانتش بمليون راجل ما تبقاش ست. حلو. هو مروان فين؟ وانت يهمك مروان ولا الشغل اللي هيشتغله معاك مروان؟ نصيحة مني، الشغل أحسن، خلي بالك من الشغل والفلوس اللي هتيجي من وراه. مروان مش فاضي، مشغول. حبيبتي بتغير عليه قوي. طبعاً بغير عليه. انت تانية؟ يمكن أكون التانية وبعدين التالتة كمان، إيه المشكلة؟ لا، أنا ممكن أروح أخطب له وأزوج له العروسة الجديدة. شوفي يا حلوة، أنتِ حلوة صح وتباني سيدة أعمال زي ما بيقولوا كده، بس أنتِ مش بتاعت سوق. أنتِ آخرك تمضي على ورقتين وتستني اللي هيجي من وراهم. اسمعي مني، خلينا أصحاب. وتفتكري بعد اللي اتقال ده هينفع نبقى اصحاب؟ قوي، ما عندكيش فكره. انا هقول لك، انت لو ضرتي وبيني وبينك شغل يا بوي هشتغل معاكي للصبح واعمل اللي ما يعمل، بس لو في بيت واحد اعذريني عاد،
اتحمليني إذا قدرتي وكان ليكي عمر طويل. أصلاً مستني يا مروان هيجي على هنا. لو تحبي تجيبي البيه جوزك أتمنى ده، على الأقل أتعرف عليه وأشوفه. تصدقي نفسي أشوفه. مش هقدر، أنا مش عايزة حاجة، أنا همشي ههاجر، هروح بلد تانية خالص، أنا لحد كده وكفاية. نعم يا روح أمك، أنا مش هسيب ولدي، وبعدين لو عبد الحكيم عرف إن الواد ده ولد ولده مش ولده هيموتنا أنا وهو، وأنت كمان. بقولك يا بت، أنا دماغي مش ناقصاكي، اللي هنقولك عليه هتعمليه بالحرف، وبعدين بقولك إيه، إحنا هنلف ونعجل في القديم ولا إيه؟ تعالي يا مفيدة عايزاكي. لا يا ست، انا لا هاجي ولا هروح، انا همشي يعني همشي. لا يا ماما، ما هو اللي انت ما تعرفهوش ان انت مش هتلحقي تخرجي من هنا ولا حتى تلحقي توصلي لنهايه الشارع. انتوا عايزين مني؟ احنا اللي عايزين منك. ليه يا بت؟ لو احنا اللي كنا جبناكي هنا ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، انت اللي كنت ميته من الخوف ومش لاقي حد يلمك. وانا دلوقتي خلاص مش عايزه حاجه، انا عايزه اربي ولدي. ما بقاش ولدك يا حبيبتي. يا مفيدة افهمي. مش عايزه افهم يا بنت. بقى ما توجعيش قلبي معاكي، واعرفي كل اللي احنا بنعمله ده عشان مصلحتك. انا عارفه مصلحتي فين دلوقتي. بقيتي عارفه مصلحتك؟ بقولك ايه، هجيب اللي في بطنك ده واقول انه مات، وهو عبد الحكيم عارف اني بسقط. محدش هيقدر يجرب مني، والله هعمل لكم فضيحه. وتعملي لنا فضيحه ليه يا ماما؟ هو تليفون صغير لعبد الحكيم نقول له فيه ان انت هنا عندنا، وتليفون تاني لحسن نقول له فيه ان انت جايه تصومين على ابنه. حرام عليكي. حرام عليك انتي، جاية تهدي كل اللي احنا عملناه. انا عايز اربي الوقت. احنا مش هنعيده تاني يا مفيدة. اسمعي اللي بقولك عليه، لو انت فاكرة ان حسن هيعمل حساب ان ده ابنه، ولا ان عبد الحكيم هيعمل حساب ان ده حفيده. انت فاكرة ان عبد الحكيم هيسيبك تجيبي منه عيل؟ ده لو حصل وخدتيه وقلت ان ولدك، جبرية جاب لعبد الحكيم هتدفنه. لا، هو عايزه، هو قال لي كده بعضمة لسان. اسمعي مني اللي بقولك عليه، ووعدك هلغرقك فلوس وهنا. اقعدي بقى واتهدي، ومش كل يوم انت تطلعي لنا بحكايه. بيتيني في الحبس يا كريمة، الليلة دي مش هتعدي على خير، وهدفعك تمنها انت وبناتك، والتمن هتدفعيه دم مش دموع. بس كنت اعمل ايه؟ انا كان لازم اقولك ده، وعشان تبقى تحت ايدي كان لازم اجيبها لحد هنا في البيت، تبقى تحت ايدي وعيني. ما كانش عندي حل تاني. نار جايدة في قلبي. أنا برضو قلت الكلام اللي أنت قلتيه دي عشان زعلانة وشايلة من اللي حصل، وعايزة ما عايزاش حاجة غير إن الحريم اتبطلت. كفاية لحد كده، إحنا غلطنا، كان لازم ناخد كريمة تحت بعضنا من الأول. بس معلش، وأنا ما قلت لك جوازها كان عشانك، عشان انت ترتاح مش عشاني. هي هترضى؟ حتى لو قالت لا، جوزها غصب، ولازم انت تعمل كده حتى لو فيها موت عبد الحكيم. كلمة مش سهلة يا جبرية. ولا انت صغير، لما تقول كلمة لازم تمشي على الكل. كل اللي
بيحصل ليه بسبب الفلوس. الفلوس نعم غنى وسلطة وعزوة، لكن برضو الفلوس لعنة. لعنة؟ لا، فلوس عمرها ما كانت لعنة. أمال اللي احنا فيه ده ايه يا جبرية؟ جوع، اسمه جوع يا عبد الحكيم. كريمة كانت عينها مليانة وشبعانة، ما كانتش عمرة تكدها أبدا. لا، الفلوس زي الشيطان بتهز النفوس. وهو هز النفوس من الشيطان؟ أمال من ايه يا جبرية؟ الفجر، الفجر يا عبد الحكيم. كريمة فجرت، لو انت ما لمتهاش هتزيد كمان وكمان، وساعتها هتقول جبرية قالت. هل انت تصدق ان زينب بنت الأكابر اللي راحت مدارس غالية وراحت الجامعة تتجوز عمدة؟ ايه ده؟ ولا انت فاكر ان كان سهل عليا لما اقول لك تجيبها هنا تبقى مرتك قدام عيني ليل نهار؟ بس انا فكرت ما لقيتش حل تاني. صدقني يا عبد الحكيم. مالك يا ماما، فيكي ايه؟ مش مطمنة يا زينب؟ اصل جبرية مش هتسكت على اللي حصل. وانت فاكرة يعني اللي حصل ده هيعدي بالسهل؟ لا طبعا مش هيعدي بالسهل، بس انا بحاول افكر بالطريقة القذرة بتاعت جبرية. بقولك ايه، سيبك منها. عايزاكي تجيبي لي حسن. حسن؟ اه، مستغربه ليه؟ حسن ده هو الكوبري اللي احنا هنعدي عليه عشان نوصل لحقنا. انا مش فاهمه حاجه. افهمك يا حبيبتي، لو فتحتي قلب حسن دلوقتي ودورتي فيه هتلاقيه لا طايق ابوه ولا طايق مروان، وده وقتنا يا بنتي. وعايزه كمان الواد محروس. محروس ده لو عبد الحكيم عارف انك قعدتي معاه بعد ما طرده كان موته. هو الموت والقتل جديد عليهم، هو ولا جبريه؟ ما موته ولا يروح في داهيه. انا لولا الحوجه للواد ده بس، وبيعمل لي مشاوير وبيقول لي على حاجات ما كنتش ابص في وشه. ايوه بس هتعوزي منه ايه يعني؟ هقول له على شويه حاجات يلعب بيها في دماغ فوزية عشان يشعوطها أكتر ما هي مشعوطة. ماشي، هخرج دلوقتي وأشوف أي حد من الغفر يروح يدورلك عليه ويجيبهولك. تخرجي تروحي فين؟ هروح لعثمان يا ماما. لا، أنت مش رايحة البيت ده تاني يا حبيبتي. لما يعرف قيمتك ويجيب مهرك واللي اتفقنا عليه تبقي تروحي. ده كان يتجنن. يا أختي هو ناقص جنان؟ خليه يتجنن أكتر من جنانه، يمكن لما يتجنن زيادة شوية يعرف يجيبلك حقك. وفي حاجة كمان لازم أعرفها. حاجة إيه؟ ندى. هو أنا ليه حاسة إن أنت قاعد معايا بالعافية؟ أنا؟ لا خالص، مش بالعافية ولا حاجة. أنا بس ما نمتش كويس امبارح وكان عندي شغل الصبح في المحكمة وبعدين أنت بقالك ساعة قاعدة مش بتتكلمي. أنا كسفت الصراحة أقول لك يلا بينا نمشي، تبقى مش لطيفة. كنت الأول بتقعد بالساعات وما بتزهقش. لا ده كان يا شهد. خلينا واضحين كده وفاهمين احنا بنعمل ايه. اصل احنا مش صغيرين، احنا كبار وعارفين احنا بنعمل ايه، فلازم اي حاجة نعملها بعد كده نحسبها كويس قوي. مش كل حاجة بتتحسب بالفلوس يا عزت. لا ازاي، كل حاجة لازم تتحسب. مش انت اللي علمتيني كده؟ انا قلت بقى لازم ابقى زي الناس احسب كل حاجة. انت ليه بتيجي عليا قوي كده؟ انا جيت عليكي خالص والله. انا بعاملك بنفس المنطق اللي كنت بتعامليني بيه.
انت ليه ما قدرتش الظروف اللي انا كنت فيها؟ بالعكس انا قدرت، بس يمكن الظروف بتبين البني ادم على حقيقته وبتخليه واضح. انت بقى اللي حصل لك خلاكي واضحه وطلع اللي جواك بس زياده عن اللزوم، ويمكن انا اكتشفتك زي ما انت كده اكتشفتي نفسك. واكتشفت ايه بقى؟ اقول لك بس ما تزعليش، اصل انا هقول لك على حاجات فيكي يمكن انت ما تعرفيهاش. اللي هو ايه بقى؟ انك بتحبي الفلوس اكتر من اي حد. مش صح. هو ايه اللي مش صح؟ ايه اللي يثبت لي؟ انا بقول لك انه مش صحيح. ايه اللي انا بقول؟ هو الكلام بفلوس؟ انت يا بنتي واخده فكره غلط عن نفسك ومصدقاها. انا غلطانه ان انا قعدت معاك. اقعدي 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 يا شهد. انا مش عايزك تاخدي مني موقف بعد اللي حصل يعني، واللي انت عملتيه واللي انا كمان عملته. انا عاوزك تفكري كويس كده عشان تشوفي الصوره واضحه. هو انا وحشه قوي كده؟ لا، ومين قال ان انت وحشه؟ هو كون ان انت بتحبي الفلوس تبقي وحشه؟ كون ان انت بتحبي مصلحتك تبقي وحشه؟ المشكله عندك انك بتحبيهم زياده عن اللزوم. والحقيقه ده ما يناسبنيش، يمكن يناسب حد تاني بس انا صعب. هو انت بقى اظن ما بتحبش الفلوس ولا بتاع مصلحتك؟ مين قال كده؟ انا بعشق الفلوس وبحب مصلحتي جدا، واحب اشوف نفسي احسن واحد في الدنيا، بس صعب يعني ان انا اقارن بين الفلوس وبين الحد اللي بحبه. صعب ان انا احط مصلحتي في كفه واللي بحبه في كفه تانيه. هو ده الفرق اللي بينك وبيني، هي دي الحكايه. شارده في ايه يا ناديه؟ بكلمك وما بترديش. في حالي. ماله حالك يا بت؟ انت زي الفل اهو. يا بنتي بطلي تهري وتنكتي في نفسك، والله العظيم هتعي وهيجرى لك حاجه. وانا بيجي عندي حاجه اعملها غيرك ده؟ بقول لك ايه يا ناديه، في حاجه كده خطرت على بالي عايزه اسالك عليها. خير؟ هو فتحي بيحب شمس؟ مش فاهمه تقصدي ايه. يعني بنت عامله زي البليه، لا لون ولا طعم، وصوتها عامل زي العرسه، لا لون ولا شكل ولا منظر. أكيد بيحبها عشان خاطر فلوس أبوها، صح ولا أنا غلطانة؟ خايب وعبيط، رمى نفسه في حجر عبد الحكيم وجبرية، وهو أصلاً ما هياخدش حاجة. عارفة يا بنتي يا نادية، إيه اللي يوقع جبرية الأرض وما يقوملهاش قومة؟ قولي يا عمتي. شمس تتطلق. فتحي يطلق شمس؟ ده من ربع المستحيلات. ده جبان وخواف، ده غير انه عايش في بيت عبد الحكيم واكل شارب نايم ببلاش، يعني مستحيل يسيب العز اللي هو عايش فيه. خيبه في خيبتك. عز ايه يا بت؟ ده انا من ساعه ما شفته ما غيرش البنطلون اللي عليه، تقولي لي عز؟ اصل انا يعني كده بفكر بصوت عالي شويه. لو الواحد لعب في دماغ فتحي عشان يطلق البت شمس، جبرية هيبقى شكلها ايه؟ يا لهوي، دي هتبقى حوسة، واشوف شكل جبرية ساعتها يا اختي. حوسة؟ واي حوسة يا عمتي؟ فضيحة بجلاجل. ما كفاية دخان، انت هتولع فينا. كلمت حسن؟ مش عايز اسمع اسمه دلوقتي. لا، لازم تسمع اسمه عشان يحس انك بتحبه وخايف عليه وانه زيه زي مروان. وانا عمري فرقت بينهم. هو حاسس يعني انه ملوش قيمه عندك وانه مش قريب منك. شريه جبريه، انا اللي قلت له بعد، هو اللي بعد. اها، ما هو حسن مش زي مروان. حسن عاوزك كده تطبطب عليه وتاخده في حضنك وتقول له انه غالي عندك ومفيش اغلى منه. الكلام الفارغ ده، عيل صغير وحدة دي ولدك، خده في حضنك عشان يبقى طوعك. واللي عمله؟ قلبي مش مصدق. مش مصدق
يا هوليا ما انا قلت لك اللي حصل، بس انا هقول لك ايه اكتر من كده. حسن مضحوك عليه. من مين؟ اقول ولا تقولي عشان بتكرهيها حطها على راسي؟ اوعي تجيبي سيره رتال. ها؟ اوعي تقولي عليها كلمه. رتال ديلي اللي شايله الغالي. هو غالي عليك لوحدك، ما هو غالي علي انا كمان. ولك منها شايله الغالي تعمل ما بدلها. عملت ايه يا جبريه؟ نفس اللي عمله محروس. انت بس اللي مش شايف، ولا عامل روحك مش شايف؟ انت رايح فين؟ احسن ارتحنا من دخانك. عمي تعال عايزك. هو بعد يا رتال هي حاجة واحدة عايز أعرفها وتجاوبيني بصراحة. تحت أمرك يا عمي. حسن هو اللي كان عايز يقتل مروان، مش كده؟ عمي تعال عايزك. هو بعد يا رتال هي حاجة واحدة عايز أعرفها وتجاوبيني بصراحة. تحت أمرك يا عمي. حسن هو اللي كان عايز يقتل مروان، مش كده؟ أيوة يا عمي. وليه قلت غير كده؟ كنت عايزني أقول إيه؟ عايزني أشهد ضد جوزي؟ عايزني أقول إن حسن كان عايز يقتل مروان عشان تقتله؟ خفت. خفت على حسن يا عمي، خفت عليه منك. خفتي؟ خفت على حسن ولدي من أنا؟ أيوة خفت. أول حاجة خطرت في بالي خالي. أيوة يا عمي خالي، اللي خليك تعمل كده مع عشرة عمرك وأقرب الناس ليك. هتعمل إيه مع حسن لما تعرف بالعمل؟ خفت على ابني يتيتم، كان سهل عليا انك تعمل اي حاجه في مروان. مش هنكر مروان مش جوزي ولا ابو ابني عشان اخاف عليه. انا عارفه يا عمي ان اللي بقوله ده هيزعلك، بس هي دي الحقيقه. حقيقه ايه؟ انا مش عايزك تفكري كده تاني خالص. غصب عني يا عمي. هيك فكره اني ممكن اضر حسن او حتى اذيه. ما انت ضربته يا عمي وكسرت بنفسه قدام مروان. كان لازم يفوق. من ساعتها مش عارفه راح فين. اكيد عارف ان انا عرفت، اكيد مش عارف يوريني وشه عشان اتكسر قدامي يا عمي. ما تزعلش مني يا عمي، انت بتحب مروان اكتر من حسن. الكلام اللي بتقوليه ده، تنين ولادي، تنين في معزة واحدة، وما فيش حد يخاف عليهم كدي. بس 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 ايه يا عمي؟ مش معقول يعني حضرتك يا عمي تبقى شايفنا كلنا غلط وحضرتك اللي صح. بتحب حسن؟ بحبه، مش ابو ابني؟ بتحبيه بس عشان أبو ولدك؟ لا يا عم، بحب حسن عشان حسن، وعايزاه جنبي، وعايزاه يحس إنك كمان جنبه وتديله فرصة. فرصة إيه؟ تخليه جنبك يا عمي وتحسسه إنه زيه زي مروان،
ايه المشكلة يعني لما مروان يستريح شوية وحسن يسوق؟ حسن ما بقاش صغير، حسن يقدر يعمل كل حاجة ويقدر يعمل اللي مروان بيعمله. بس أهم حاجة يا عمي إنك تخليه في ريحك، مش أنتوا بتقولوا هنا كده؟ طب أنت عارف يا عمي؟ عارف هو عايز يسمي الواد إيه؟ وأنت عرفت منين إنه واد؟ واد يا عمي. عرفت منين؟ الدقيقة يعني وهي بتكشف عليا قالت لي إن في شوية حاجات كده تدل إن اللي ببطنك ده واد. انت خلاص بقيت تصدق اللي بيتقال عندنا؟ وده زعلك؟ لا ما يزعلنيش. حسن كان عايز يسمي الواد ايه؟ عبد الله مش كده؟ لا يا عمي، كان عايز يسميه عبد الحكيم. الحكيم. استنى انا جايه معاكي. لا خليك انت. لا مش هسيبك لوحدي. يا زينب خلي يا بنت الخبر المنيل ده اقوله لها الصبح. صبح ايه بس يا ماما؟ هو خبر زي ده ينفع يستنى؟ ده انا لازم اقوله لها ودلوقتي حالا. زينب عندها حاج، يلا بينا. يلا. وبعدين بقى المكان ده حلو قوي. سليمان انت ناسيني خالص. هو انت يعني اللي سألت؟ ما انت طول الوقت بتسأل على جومانا وانا لا. وده ينفع برضه تبقوا صحاب وتعرف اخباره من بره؟ طب اعمل ايه؟ ما هي جومانا ومروان صحاب من ايام الجامعه وقريبين قوي كمان من بعض. ده حقيقي. طب ربنا يوفق الجميع. مالك يا حبيبي؟ مش عارفه تعبانه شويه. من ايه؟ مش عارفه الشغل كده طول اليوم متعب شويه. طيب تحب نروح؟ لا نروح ايه زي كده. انا بس هدخل التويلت شويه. اسمعي انا لازم اكلم الحاج. هكلم الحاج وارجع. طب نورتي البلد كلها. اهلا. فهم انت بتعمل كده ليه؟ انت ليه غاوي تعذب نفسك وتعذب اللي حواليك؟ مش فاهم كلامك ده. مش مفهوم بعمل ايه يعني؟ لا مفهوم. زمان وهربت عشان مش عارف انت عايز ايه، وانا كنت هبله وما فهمتش، لكن دلوقتي انا وانت مفروض نكون مع بعض. كان مفروض تكون مكان سليمان من زمان. كلامك ده هيدمر كل حاجه. انت اتجوزت فريده دي ليه؟ عشان تهرب صح؟ عشان تحس ان انت اتجوزت واحدة حلوة وذكية، بتحس ان انت ما خسرتش اي حاجة، تكون راضي عن نفسك. قول لي الكلام ده صح ولا لا؟ كلامه صح. امال جاوبني ليه؟ مش عايز اجاوب دلوقك. خلي الليلة دي تعدي على خير. هنتكلم. هنتكلم وخلاص. ماشي يا مروان. هنتكلم. ايه يا حبيبي مالك؟ قالت لك ايه؟ ما قالتش حاجه. مش عايز اعرف وشها بيقول انك علمتها مقامها فين. اسكتي. يعني ايه الكلام ده يا ست كريمه؟ يعني اللي انت سمعته يا عمده. انا سمعت كتير. ايه يعني قصدك؟ يعني اللي اوله شرط اخره نور. فيها حاجه دي يا ست كريمه؟ بس يعني الاصول بتقول. بقول لك ايه، انا بفهم في الاصول كويس قوي. زينب مش راجعه البيت عندك غير لما تنفذ الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه، ومهرها يبقى معاك. غلطان انا؟
لا مش غلطانة، وأنا كمان مش غلطان. لما أطلع دلوقت أجيب زينب من شعرها وأطلع بيها على بيتي، دي مرتي. اسمع بقى يا عمدة، أنا وبناتي غير أي بنات أو ستات شفتها ولا لسه هتشوفها في حياتك كلهم، وزينب بنتي بالذات ما بتجيش بالطريقة الهمجية بتاعتك دي. وخلي بالك، الراجل لما بيقع من نظر الست يبقى السلام عليكم وعليكم السلام، ملهوش 30 لازمة. 30 لازمة؟ يعني ايه كلامك ده؟ أنا بنبهك وبوعيك عشان تاخد بالك. ايوه بس أنا جه مش هكون مستريح طول ما هي بعيدة عني. وهي كمان هتبقى مش مستريحة طول ما انت ما بتنفذش اللي انت اتفقت عليه. وبعدين في الليلة الغبرة دي بقول لك ايه، بوس ايدك وشي وظهر واحمد ربنا ان زينب بنتي ما قالت لكش طلق الست اللي انت قانيها في بيتك، ولا قالت لك انا عايزة فيلا، ولا قالت لك اكتب لي 20 فدان ولا 30 فدان. ويا ريت ما تجيش هنا تاني يا عمدة الا ومعاك مهر زينب. ماشي ولا قاعد؟ لا ماشي يا كريمة، ههملك. يا حضرة العمدة. ايه؟ يا حضرة العمدة. ايه يا طفية؟ انت فين يا حضرة العمدة وقافل تليفونك ليه؟ انت مالك ومال تليفوناتي؟ انت عايزين الباشا بتاع مصر اتصل عليك، اتصل عليك وعايزك ضروري. خير؟ ما قالكش حاجة؟ ما خبرش يا حضرة العمدة. ايه الحكاية جربت صحيح؟ يبقى في حد بيدعبس من ورايا هياخد مكاني. مين ده اللي يستجرى ياخد مكانك ولا يقعد مكانك يا حضرة العمدة؟ عليا الطلاقة تخو عيارين. يا راجل عيارين مين؟ هش الناموس اللي واقف على قفاك ده. أبا كانت جت عندنا وخلصنا. ما ينفعش، العمدة دلوقتي زمانه عند امي في البيت، وانا مش عايزه حد يشوفها وزي وهي جايه عندنا. يعني ما كانش في مكان غير هنا؟ محدش هيفكر يهوب ناحيه هنا، وهنبقى قاعدين براحتنا. بس انا قلقانه قوي. زينب بنت، يا زينب. أيوة. انت يا بنت. ايوه يا عمتي. ايه يا بنت انت، في ايه؟ حد شافك وانت جايه؟ لا. طب وعبد الحكيم؟ عبد الحكيم مش موجود. ومروان فين؟ مروان نزل على مصر، حتى جبريه من ساعه ما رجعت من الحجز في اوضتها وما نزلتش. كويس. خير؟ خير ايه؟ مش خير ابدا. ناوي على ايه يا زين؟ ناوي اقول لك على حاجات هتخليكي تعرفي وتفهمي حاجات عمر ما عينك شافتها ولا كانت هتشوفها ابدا يا فوزيه. حاجات ايه دي؟ انت تعرف ان شهد في مصر؟ مالها شهد؟ اصلها صممت ترفع قضيه على عبد الحكيم. وانا مالي ومال الكلام ده؟ لا ده مالك ونص. ده مالك قوي يا عمتي، اللي هقوله لك دلوقتي هيخلي مخك يشت من دماغك. باه ما تقولي يا بت. شهد علشان كانت ترفع قضيه كان لازم تجيب اعلام وراثه وتجيب كمان صور من الحيازه علشان تعرف الملكيه اللي سابها جدي الله يرحمه، اللي ابويا ليه فيها واللي انت كمان يا عمتي ليكي فيها، هي ايه وقد ايه. وبعدين جابت اعلام الوراثه. زينب جيبي من الاخر. من الاخر كده يا عمتي؟ اسمك مش موجود في اعلام الوراثه. عبد الحكيم ما حطكيش اصلا في اعلام الوراثه يا فوزيه. يعني ايه؟ يعني اعتبرك مش موجوده، يعني مالكيش نصيب من اساسه، وعمل حسابه ان هو مهما طال بيه الزمن مالكيش عنده غير اللقمه اللي انت بتاكليها والسرير اللي انت نايمه عليه. يعني خد نصيبك يا ست فوزيه. ملايين الملايين، فدادين ارض وفلوس متلتله وذهب. لا لا لا، عبد الحكيم لا يمكن يعمل كده. طب هو عمل؟ البلد كلها عارفه ان امك الحاجه الله يرحمها كانت بتحب الذهب وتحب تلبس وتشتريه. راح فين الذهب ده؟ مش من حق البيت؟ مش من حق بيتها؟ انت كذاب. ايوه كذاب.
عمتك هي اللي خلتك تقولك ده، وانتي كمان تلاقي امك هي اللي خلتك تقولي لي الكلام ده. عاوزين تتعبوني اكتر من انا تعبانه. بلاش، اتاكدي بنفسك، خلي حد يروح يجيب لك صوره من اعلام الوراثه وانتي شوفي بنفسك. فوزيه، عبد الحكيم من يوم ما ابوكي مات الله يرحمه عمل حسابه على كل حاجه، عمل حسابه انه يبقى هو الكل في الكل وان ما حدش ياخد حاجه واصل. وبصراحه كده انا حاسه ان جبريه هي اللي ورا كل ده. ها قلتي ايه؟ بقى كده اتصل بيك واقولك ان انا تعبانه وبموت وتعالى الحقني، ما تردش عليا ولا تعبرني كده برضو اهون عليك. لا انا مش هسمع منك اي كلام، خلاص انا خلاص عرفت ان انا ملزمكش ولا همك ولا انا ولا البيبي اللي في بطني كمان. ده كان ممكن يموت، ده حتى لو مات كان هيبقى احسن بالنسبه لك، اهو بالمره تخلص مني ومنه. بص بقى، لو انت مش ناوي تيجي انا هجيلك، حتى لو عندك ايه. عبد الحكيم انا في مصيبه وفي ايدك انت الوحيد حلها، لو مش ناوي تحلها قول وانا هعرف احلها لوحدي ازاي، وساعتها مش هتصل بيك خالص لاني هعرف انك مش عايزني في حياتك خالص. يعني هتيجي امتى؟ النهارده؟ عبد الحكيم انا بحبك وصدقني محدش هيحبك قدي، انا اكتر واحده بحبك في الدنيا دي. قال لي ان كل الورق طريقه عنده، الاراضي والفلوس وحتى الحاجات اللي محدش يعرف عنها حاجه. وايه بقى الحاجات اللي محدش يعرف عنها حاجه؟ الفلوس اللي مخبيها عبد الحكيم ومش عايز حد يعرف عنها حاجة أبدا. أيوة هي دي. ما قالكيش بقى مخبي كام يا زينب؟ يا لهو يا ريتال، كتير كتير قوي. طب خلي بالك بقى عشان العمدة ده أنا مش مستريحة له خالص، لازم اللي يقوله ينفذه. يعني إيه؟ يعني يدينا أمارة يقول هيعمل ولا مش هيعمل، هيقف قدام عبد الحكيم ولا مش هيقف، هيقول عن مستخبي ولا لا، ولا انت مش مسيطره ولا ايه؟ ايه مش مسيطره دي، انت كمان عيب عليكي، وحياتك انت عندي من بكره. وليه مش من النهارده؟ يا سلام، اعتبريه حصل من النهارده. والله العظيم انا خايفه يطلع اهطل وهبل وما يعرفش يعمل اي حاجه. المهم طمنيني عليكي، ايه موقفك منه بالظبط؟ زينب انا مش بس خايفه عليكي، ده انا مرعوبه. ما تخافيش، انت مش عارفه اختك زينب كويس ولا ايه يا ريتال؟ لا عارفاها، بس اللعبه اللي انت بتلعبيها دي انت مش قدها، الراجل ده مش طبيعي، وانا خاف عليك يا زينب، انت مهما كان ست يعني ضعيفه. ريتال اختك ب 100 راجل، وانت عارفه كويس قوي ان مفيش حد يقدر يقرب ولا يلمس مني شعره واحده. وده انا متاكده منه، بس انت برضو دبستي نفسك بالجوازه السودا دي. انا هتجنن واعرف امك ازاي وافقت على الموضوع ده. ياه يا ريتال بس بقى، والنبي ما تأنبنيش، كفايه اللي انا فيه. زينب الراجل بقى جوزك على سنه الله ورسوله، يعني بقيتي حلاله، يقدر يعمل اللي هو عايزه. طب ما انت كمان عملتي كده، رحتي دبستي نفسك ورميتي نفسك في حضن ابن عبد الحكيم، ما هي هي يعني. لا مش هي هي، انا وضع مختلف، ده ابن عمي يعني من دمي ومن لحمي، وفي النهايه يعني هو لسه في عز شباب، اقدر اخد منه اللي انا عايزاه. انما موضوعك انت لازم يخلص يا زينب، ويخلص بسرعه. بقول لك ايه، هو في الاول وفي الاخر راجل، ودلوقتي بقى عارف ومتاكد انه عمر ما هيكون في ما بينه وما بيني اي حاجه غير لما يجيب لي حق من عبد الحكيم. ما تخافيش، تعالي يلا تعالي. صباح الخير. اهلا. صباح النور. فطرتي؟ لا لسه. طب انا هبعت اجيب فطار. لا قبل اي حاجه
أنا كنت عايزة أقول لك يعني. في إيه؟ أقعدي طيب. بصراحة كده أنا مش عايزة أكمل في القضية بتاعت شهد دي. ليه؟ مش مرتاحة. مش حاسة إن أنا هعرف أكمل معاها خالص. إيه ده يا رنا؟ هو ينفع الكلام ده في الشغل؟ لا بس مش عارفة. أنا مش عايزة أكمل في القضية دي. وبعدين أنا شهد بصراحة مش برتاح خالص في التعامل معاها. أنا سمعت إن أنت جبت محامي جديد. أيوة يا ست، واحد كده معرفة. طب كويس قوي، أنت تجيب المحامي الجديد ده بقى وتخليه يشتغل مع سامح في القضية، وأنا تخلعني من الموضوع ده خالص. طب ممكن أفهم الأول ليه؟ من غير ليه؟ مفيش أي أسباب. مفيش حاجة اسمها مفيش أسباب، أنا بحب أعرف الأسباب، ده الموضوع ده بيهمني. وأنا ما بحبش الناس المتطفلة. إيه ده يا رنا، في إيه؟ أنت كده بتعدي حدودك مع المدير بتاعك. المدير بتاعي؟ هو أنا كنت بتكلم معاك بصفتك المدير؟ آه طبعاً، إحنا مش بنتكلم في الشغل؟ صح، أنت معاك حق، أنا آسفة، عن إذنك. طب بس عادي، في إيه؟ تصدقتي ولا إيه؟ طب أنت عارف إن الماسكة دي أنا ممكن أعمل لك بيها دلوقتي قضية تحرش؟ والله، وتحبسيني بقى ها؟ طبعاً، وأبقى خلصت من أرخم مدير في الدنيا. بقى كده، ماشي، وأنا اللي كنت عايز أقولك كلام مهم قوي. كلام في الشغل؟ لا طبعا مش في الشغل، واحنا اللي بينا وبين بعض شغل وبس. اه بس خلي بالك يعني انت دلوقتي في المكتب والمكتب ليه قدسيته واحترامه. حتى لو هقولك ان انا بحبك؟ يا سلام. طب ما عادي، ما الناس كلها بتحبني. لا معلش، بس انا عزت حاجة تانية خالص. حاجة تانية ازاي يعني؟ يعني أنا بحبك وعاوزك في حياتي وعاوزين نكمل مشوار سوا. أفهم من كده إن أنت مفيش حد تاني في قلبك؟ والله ولا في عقلي. كذب. لا إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنا عمري كدبت عليكي؟ طيب وشهد؟ لا شهد كل اللي بيني وبينها هو القضية وهتنتهي في الوقت المناسب. لا أفهم بقى. أقول لك يا ستي، اللي بيني وبين شهد ده كان وهم، والحقيقة أنا كمان خلقت الوهم ده في عقلي. يمكن أكون انبهرت بيها في الأول على أساس إنها واحدة غنية وعايزة تحقق طموحها وتشوف مستقبلها بعيد عن أهلها يعني. كنت متخيل إنها مختلفة عن البنات بتاعت اليومين دول اللي بتفكر في الموبايلات والفيلل والفساتين والعربيات وكده. طب اكتشفت إيه؟ اكتشفت انها قشرة من بره وفاضية جدا وهشة وزيها زي اي بنت من اللي انا قلتلك عليهم دول. طب وانا؟ لا انتي حاجة تانية خالص، والله انا بقولك الحقيقة مش مجاملة، انتي فعلا طاقة ايجابية هنا في المكتب. يعني انا بشوفك وبشوف طريقة شغلك بحس ان انتي عايزة تحققي مستقبلك بسرعة وعايزة اليوم اللي يجي ويتقال عليكي الاستاذة رنا المحامية الشاطرة هي. انا بحب فيكي ده. يعني افهم من كده ان انت مش هتقعدني في البيت ابدا؟ والله عمري ما هعمل كده. اقول لك على حاجه؟ قولي. اسفه. وانت مش المفروض تخبطي قبل ما تدخلي؟ اصلا انا كنت عايزاك في حاجه مهمه. وانا مش فاضي. عزت، لو مش عايز تمسك القضيه بتاعتي لو سمحت قول لي. مين قال الكلام ده؟ تصرفاتك. مالها تصرفاتي؟ كلامك معايا مش حلو يا عزت. طب اتفضلي انت يا استاذه رنا. عن اذنك. استني عزت، انت ما بقتش تحبني؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا ما كنتش متخيل ان هيجي اليوم واشوفك في موقف صعب زي كده. انت بتعملي ايه يعني؟ بتحرجيني؟ طب ايه رايك بقى ان انا كنت لسه بطلب ايد الانسه رنا دلوقتي وما قالتليش ردها؟ عن اذنك. استني قولي لي ردك دلوقتي حالا. عن اذنك يا استاذه عزت. انت ليه بتعمل كده؟ بقولك يا شهد، استاذ سامح خلاص رفع لك الدعوه وكلها شهر بالكتير والموضوع ده هيخلص والقضيه كلها هتخلص، ودي مده العلاقه اللي هتبقى بيني وبينك. كمان لو عايزه تسحبي القضيه من المكتب هنا وتوديها مكتب تاني انا ما عنديش اي مانع.
ميعاد الدكتور النهارده. دكتور ايه بس اللي كل ساعه والتانيه ده بنروح؟ يا بنت عشان نطمن على البيبي. حلو زي الفل. يا سلام بقى نويت له يا ابني 7. يا مري ليه؟ انت عايزاه يطلع بزربون ولا ايه؟ لا يا اختي عشان ما نطولش في الموضوع ونخلص. لا يا اختي انا عايزه ولد يطلع حلو ومورد كده. ولد 7 ده اهدى هيطلع ولد 9 عشان ابو فوشه كمان. طب يا اختي انك ليها جليله. حسن بتعمل ايه هنا؟ وانت مالك؟ البت دي اللي شبهها هنا. وعليا النعمة لو جربت مني لا صرخ ولا ما عليك الناس كلها وهوديك في 60 ده. قسما بجلال الله ما انا نازل الا لما اعرف ايه اللي لمكم على بعض. انا اللي عايز اعرف انت ايه اللي جابك هنا يا روح امك؟ خلاص يا حبيبي كان عندنا منه وخلص بح. كلمي زين يا بنت الكلب انت. طب وديني ده انا اللي هوريك وهعلمك ازاي تحترم البيت اللي انت داخله. يا لهوي يا لهوي الحاره هيموتها يا ندى. راسي من جنبيها. اخرس ده ايه يا ندى؟ اكتم بقول لك. بقول لك اطلع بره. اطلع بره ده ايه؟ مش قبل ما اعرف. عايز تعرف ايه يا حسن؟ قول. هات اللي عندك يا ولد الكبير قوي. مين اللي لمك على البت دي؟ كنت فين الايام اللي فاتت؟ ايه اللي يهمك؟ هو مش انت كل اللي يهمك اللي حصل محدش يعرفه؟ مش كل اللي يهمك ان مفيده تختفي من حياتك؟ ولو طلت تختفي من الدنيا كلها هتعمل كده؟ انا هفرجك يا بنت الكلب. بعد عني. لو جربت مني انا هقتلك ومش هخاف زي الاول. مش هيهمني. هتقتليني يا مفيده؟ ايوه هقتلك زي ما كنت السبب في موت ولدي. موت مين؟ عندك حق انت ما تعرفش. هتعرف منين يا غلبان يا مسكين؟ ولا تعرف ليه وتشغل بالك باللي انا فيه ليه؟ ايوه سقط مات وانا اللي دفنته وما لقيتش حد يوقف جاري غير الغلبانه دي. ما لقيتش حد ينجدها. كانت تعبانه مرميه قدام باب العماره. صدفه اظن. لا مش صدفه. انا لما سبتوني هنا لوحدي خدت في وشي وقلت اروح ازور الاولياء اطلب منهم يساعدوني ويقفوا جاري وما سابونيش. وانا في السكه لقيت عربيه ابوك واقفه قدام العماره. فكرت اطلع اقول له الحكايه واقول للبواب يطلع يقول لي هو فين لكن خفت. ولما نزل كانت ندى معاه. وبعدين فكرت اقول له تاني. قلبي قال لي لو قلت هيموتنا انا والواد. سكت وروحت البيت. ولما حسيت اني تعبانه قلت اروح فين ولا اروح لمين. نزلت ورحت لحد العماره وقلت للبواب يخليها تنزل تكلمني. ووجعت قدام الباب وانا بموت. كانت بتسقط. مات. ما كانش عايز يجي للدنيا يا حسن. كان عارف انك ابوه. ما كانش عايزك تشوفه. ولدك كان كرهك من قبل ما يجي الدنيا يا حسن زي ما كلنا بنكرهه. ده انت طلعتي شطان. ايه في ايه؟ قلبتي وشك تاني ليه؟ غلبان. مين ده اللي غلبان يا اختي؟ ما غلبان الا الشيطان يا حبيبتي. بس تصدقي عجبتني حتت ان الواد مات دي. احنا كان لازم نقول كده من الاول على فكره عشان نبقى خلصنا من اللي بينك وبينه. تسلمي يدك. ويدك. اسمعي يا فريدة، احنا لازم ننزل البلد. بلد ايه اللي هننزلها يا مروان؟ احنا هنقضي يومين عسل كده على مزاجي. ما اقدرش. انا ما قلتش لعبد الحكيم اني هتاخر كده.
انا هتصل بيه مش هيقول حاجه. فريده زينب اسمعي يا مروان، انا عارفه وانت عارف انها كانت مياله ليك، ولولا اللي حصل كان زمانك متجوزها صح؟ لا مش صح. طب واللي طلبه ابوك منك؟ انا مش هقدر اقف قدامك ولا قدام عبد الحكيم، بس لازم تعرف لو حصل واتجوزتها مش هبقى مبسوطه وهتضايق منك، واعتبر نفسي بجنب وانت بجنب يا مروان. مين قال لك اني هتجوز؟ انا عارفه الحكايه ماشيه كيف. انا مش هقول ان عبد الحكيم ما عندوش حق، لا عنده حق، وانا كمان من حقي انك تبقى ليا وما حدش يشاركني فيك. تسمعي يا فريده، احنا جينا هنا عشان ننبسطوا، انا هربت من كل مشاكل البلد فاهمه، عشان ننبسطوا بس. يلا اشرب القهوه. ما تزعلش مني. اشرب. واسمها جمانة كمان. وانتي عرفتي بقى منين الكلام ده؟ من ساعة ما قررت ارفع القضية وانا عمالة اجمع معلومات عن العيلة الجميلة دي. وعلى فكرة اللي انا اعرفه كمان ان هي اللي بتجري ورا مروان، مش مروان اللي بيجري وراها. طب وانتي ايه رأيك بقى في الموضوع ده؟ في موضوع مين، مروان؟ لا حسن. لا حسن ده محتاج ترتيب تاني خالص. ايه اللي عملته ده يا فتحي؟ اعذرني يا حاج، بس انا بصراحه مش راجع هنا تاني. ليه بس يا ابني؟ بصراحه يا حاج انا خلاص مش قادر، لا قادر استحمل القعده في البيت ده ولا قادر اعيش في الجو ده. وانا قلت لبنتك شمس، قلت لها شمس هتيجي معايا اهلا وسهلا، المعززه مكرمه، هشيلك جوه عناي. بس هي بقى ردت وقالت لي ما اقدرش اخرج من البيت ده غير باوامر من ابويا. وده يزعلك؟ اه يزعلني يا حاج، يزعلني. انا جوزها وابو ابنها اللي جاي في السكه، يعني المفروض تبقى تحت طوعي، مطرح ما اروح تيجي معايا حسب ظروفي. يعني ايه؟ عايزه تعصي امري؟ لا يا حاج طبعا، بس في نفس الوقت ما تعصاش امري انا كمان. انت كل اللي يلزمك بيت هنا تعيشوا فيه وحديكم. لا من ناحيه البيت ده يا حاج انا هاخد بيت طبعا، بس مش هنا، في اسكندريه. عايز تسيب البلد؟ حاج البلد دي مش بلدي، ما اعرفش فيها حد ولا ليا فيها حد، وبصراحه لولا جوازتي من بنتك شمس انا كان زماني في اسكندريه دلوقتي عايش وسط اهلي واصحابي. وبصراحه انا لقيت شغل في اسكندريه ومش ناوي اسيبه. وشغلك هناك يعني هيكون احسن من شغلك هنا؟ شغلي هنا يا حاج، وانا كنت بشتغل هنا. حاج انا كنت من الاخر صبي، صبي ليك، لمروان، لحسن، روح يا فتحي، تعالى يا فتحي. انا من الاخر يا حاج كنت هنا جوز الست شمس. على كل حال دي مرتك وانا ما اقدرش اعصيها عليك، واللي انت عايزه هو اللي هيكون. بجد يا حاج؟ بجد يا ولدي. ايه اللي عملته ده يا فتحي؟ اعذرني يا حاج، بس انا بصراحه مش راجع هنا تاني. ليه بس يا ابني؟ بصراحه يا حاج انا خلاص مش قادر، لا قادر استحمل القعده في البيت ده ولا قادر اعيش في الجو ده. وانا قلت لبنتك شمس، قلت لها شمس هتيجي معايا اهلا وسهلا، المعززه مكرمه، هشيلك جوه عناي. بس هي بقى ردت وقالت لي ما اقدرش اخرج من البيت ده غير باوامر من ابويا. وده يزعلك؟ اه يزعلني يا حاج، يزعلني. انا جوزها وابو ابنها اللي جاي في السكه، يعني المفروض تبقى تحت طوعي، مطرح ما اروح تيجي معايا حسب ظروفي. يعني ايه؟ عايزه تعصي امري؟ لا يا حاج طبعا، بس في نفس الوقت ما تعصاش امري انا كمان. انت كل اللي يلزمك بيت هنا تعيشوا فيه وحديكم. لا من ناحيه البيت ده يا حاج انا هاخد بيت طبعا، بس مش هنا، في اسكندريه. عايز تسيب البلد؟ حاج البلد دي مش بلدي، ما اعرفش فيها حد ولا ليا فيها حد. وبصراحه لولا جوازتي من بنتك شمس انا كان زماني في اسكندريه دلوقتي عايش وسط اهلي واصحابي. وبصراحه انا لقيت شغل في اسكندريه ومش ناوي اسيبه. وشغلك هناك يعني هيكون احسن من شغلك هنا؟ شغلي هنا يا حاج، وانا كنت بشتغل هنا.
حاجة أنا كنت من الآخر صبي، صبي ليك، لمروان، لحسن، روح يا فتحي، تعالى يا فتحي. أنا من الآخر يا حاج كنت هنا جوز الست شمس. على كل حال دي مرتك وأنا ما أقدرش أعصيها عليك، واللي أنت عايزه هو اللي هيكون. بجد يا حاج؟ بجد يا ولدي. فوزية ما شفتكيش من عشية. ايه غضبانة من اللي انا قلته ولا زعلانة على محروس؟ لقيت انا ومحروس في كفة واحدة؟ لا طبعا، محروس مين ده؟ محروس ده حيالله جوزي، يعني يروح ويجي غيره مليون راجل. انما انت اخويا حبيبي اللي بتخاف عليا وعلى حالي ومالي، وانا عندي كام عبد الحكيم. انا ما قصرتش معاك يا فوزيه، قطع لساني لو قلتها ولا حتى خطرت في بالي. ريحت قلبي، انا نزل مصر مش عايز حاجه. عايزك سالم غانم، يجعلك في كل خطوه سلام. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخويا، خلي بالك على روحك، مع الف سلامه. حسبي الله ونعم الوكيل. ما صدقتش نفسي لما كلمتني. ليه؟ من غير ليه؟ ريتال قالت لي اكلمك. خير؟ عايز تفتح شركة؟ مين قال كده؟ ريتال قالت لي على كل حاجة، وقالت لي كمان على الفلوس اللي معاها اللي انت اخدتها. يا كيف تقول لك حاجه زي دي؟ وبعدين انا محرج. انت لازم يبقى لك شغلك، انت كلها كام شهر وهتبقى اب، ولازم تحط بقى في اعتبارك ان اللي جاي ده هيسالك حقي فين، زي ما احنا بنعمل بالظبط. عن اذنك. مش عايز تعرف مروان فين وبيعمل ايه؟ مروان هنا في مصر مع فريده اللي عندها اطيان قد كده في بلدكم، اللي تعتبر اغنى واحده هناك. زي ما بيقولوا كده، مروان ما يعرفش يمشي حافي ابدا. لو فضلت ساكت كده يا حسن وقلبك عمال يقولك ان انت ما ينفعش تعمل حاجه غلط وما ينفعش تغضب ابوك وينقح عليك احساسك بالذنب قوي كده، صدقني مش هتوصل لاي حاجه. عارف هتبقى عامل زي مين؟ تبقى عامل زي بابا الله يرحمه كده. انا شايفه ان انت تبدا بتاسيس شركه دلوقتي، وانا بقى هعرفك على اللي هينفعك قوي. وراك حاجة؟ أنا مفيش ورايا حاجة أصلاً. طيب كويس، زينب شوية وجاية، هنروح بقى للي هيبقى ظهرنا ويخلينا نعمل اللي احنا عايزينه. زينب؟ آه زينب، فيها حاجة دي؟ أي عم إسحاق برا. خلي يجي. اتفضل يا عم إسحاق. اهلا اهلا، اتفضل. خير يا ست جبريه؟ جلكتيني في حاجه ولا ايه؟ خير، كنت عايزاكي في حاجه مهمه. حاجه مهمه؟ انا تحت امرك. اؤمري. سؤال. اؤمري؟ بتقول لي؟ طبعا والله، لو سؤالك اجابته عندي لا هقول لك طوالي. عبد الحكيم بينزل مصر، هيروح فين؟ انت بتغيري عليا ولا يا ست جبريه؟ يا عم اسحاق، هات يعني احنا ملناش مصالح في مصر. عاوز اعرف بينزل يعمل ايه؟ لا ليكو. لينا ايه؟ شغل؟ تجاره؟ انا ما عرفهاش، نورني. لا ابدا، عبد الحكيم بيسافر يقعد لحاله يريح دماغه شويه من الشغل ووجع الدماغ. وبعدين لو عايزاني ادلك على عنوانه وتروحي له انا ما عنديش مانع. لا
مالوش اللزوم. طيب تتمسي بالخير، عاوزة مني حاجة تاني؟ لا أنا لسه ما سألتش سؤالي. ما أنا جاوبتك على كل أسئلتك يا ست جبرية. ده كان استبصاري عم إسحاق. أنا عارفة عبد الحكيم زين راجل دغري، ها مالوش في الشغل العفش. خير؟ هو يعني سؤال صغير كد كده. أسئلتك كترت يا ست جبرية، وبعدين تحت أمرك اتفضلي. أنت يعني ما عارفك ناس أكابر في مصر صح؟ صح. قل لي هو العمدة ده مش بالتعيين؟ أيوه بالتعيين. صح، يعني اللي كان عمدة مبارح ممكن ما يبقاش عمدة بكرة. تمام مظبوط. أنا عرفت دلوقتي أنت بتفكري فيه، أنت بتفكري مين اللي يستحق يبقى العمدة. تمام، اللي يجي عمدة لازم أن يكون راجل شديد، صح، راجل يحمي البلد، يحب أهلها، يراعي مصالحهم، ولا إيه؟ أيوه، ويطلع مين ده؟ هو في غيره، عبد الحكيم. وحشاني جدا يا دليدة. طيب هكلمك تاني، باي باي. أهلا وسهلا، نورت. أهلا بيك. إزيك؟ أهلا. نورت. أهلا. أهلا بيك. بس يا جوانا ما قالتليش إن فيديو في جايين النهاردة. أهلا وسهلا. والله نورتوا، ازيك؟ اهلا. اهلا اهلا. والله هم من ناحيه نوروا فهم نوروا جدا. شهد مش كده؟ ودي زينب اختي، وده حسن جوز اختي ريتال. طيب انا بس عندي اجتماع صغير كده هروح اعمله واجي لكم تاني. نورتوا. ميرسي. بعد اذنك. اتفضل اتفضل. انا مبسوطه قوي ان انا شفتك. وانا اكتر والله. يا رب الفكرة اللي أنا قلتها تكون عجبتك. أنا طلبت قبلك عشان أعرف منك أكتر. ممكن أفهم إيه اللي بيحصل؟ هنشارك مدام جمانة يا حسن. مين جالك إن حوافق؟ إيه اللي خليك ما توافقش؟ كان لازم تفهموني كل حاجة قبل ما أجي هنا. أنت زعلت ولا إيه؟ إحنا لسه بنتكلم ونفهم الفكرة، ما اتفقناش على حاجة. الطريقة دي مش عجباني. ممكن تهدى بقى شوية؟ إحنا زي ما مدام جمانة قالت، ما اتفقناش على حاجة ومش هنتفق على حاجة غير لما أنت تقول أوكي. شهد أختي هترفع قضية علشان الأرض اللي لينا عند عمي، وأنا بقى بفكر إن إحنا بعد ما نرفع القضية دي وناخد حكم، ناخد قرض كبير قوي على الأرض، نقدر وقتها نفتح بيها شركة استيراد وتصدير. قضية على مين يا زينب؟ على عمي يا حسن. ومين قالك إن حوافق أكون معاكم؟ جمانة من فضلك قوليلي أنت، بلاش أنا أتكلم. أقوله ليه؟ ما يسمع بودانه أحسن. ألو. ألو؟ ازيك يا مروان؟ صباح الفل. صباح الورد. انا كنت عايزه اقول لك ان سهره امبارح كانت حلوه قوي، وحظك في رجليك، احتمال يجي لي شغله حلوه قوي، لو عايز نخش فيه سوا انا ما عنديش مانع. اعرف الشغل ايه ونحدد. انا بقدم السبت عشان تعرف ان قلبي ابيض، وانا برضو متحمسه جدا وحابه ان احنا نعمل شغل مع بعض. وانا كمان والله. يعني اعتبر ان وعد الشراكه اللي بينا لسه قائم؟ ده اكيد. اوكي، بس خلي بالك المبالغ هتكون كبيرة شوية. أنا تحت أمرك يا جمالي، ما تشغليش بالك. طيب سلام. تفتكر أنت بقى الفلوس اللي هيجيبها مروان عشان الشراكة دي هيجيبها منين؟ خدها من ورا أبوي. لا يا حبيبي، أخدها بعلم أبوك. واللي أعرفه كمان إنه عبد الحكيم مدي لمروان كارت بلانش يعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه. واللي أنا أعرفه كمان إنه بيقول إن مروان ابنه الوحيد وإنه ما عندوش حد تاني غيره. فكر أنت بس كده تروح لعبد الحكيم وتطلب نص اللي بيطلبه مروان وشوف هيعمل فيك إيه. أنا بقول لك أهو يا حسن، الفرصة قدامك عشان تعمل نفسك وتحمي نفسك برضو من المستقبل. أنت كلها كام شهر وهتبقى أب. أوكي، فكروا، أنا ما عنديش مشكلة، ما عنديش مشكلة من اللي هيشاركني، يهمني الشغل وبس. أنا بقول إن إحنا نسيب بقى حسن شوية مع مدام جمانة، هي تقدر تفهمه أكتر. وفي الأول وفي الآخر يا حسن كل حاجة ما بين إيديك أنت، اللي أنت هتقوله هيحصل. يلا بينا. بعد إذنكم. عن إذنك. كان لازم أموت نفسي يعني عشان تيجي؟ ندى. عايز إيه تاني؟ عايز تتأكد إن اللي في بطني ده يبقى ابنك؟ خلاص يا سيدي، نعمل تحليل
وساعتها تعرف بقى اذا كان اللي في بطني ده ابنك ولا انا كدابه. مش عايز تعرف انا ايه اللي حصل لي اليومين اللي فاتوا دول. انا كنت بحاول اسقط نفسي. تقولي ايه؟ كانش لازم تعملي كده. هو ايه اللي ما كانش لازم؟ انت عايزني اعمل ايه يعني؟ عايزني اقول ايه للناس؟ عايزني اجيب عيل يقولوا عليه ابن حرام؟ حاولت انزله باي شكل ما عرفتش. هو بقى اللي مش عايز ينزل. ما كانش فاضل غير ان انا موت نفسي. لا ما تعملش كده تاني. الواد ده لازم يجي للدنيا. انا عايزه اكتر منك. انت بتتكلم بجد؟ يا جد انت مش عارف انت عملت فيا ايه دلوقتي. انت رديت فيا روحي. طيب هتاخدني معاك البلد ولا هتسيبني هنا؟ لا بلدي انت هتفضلي هنا. يعني مش هتقول لهم ان انت اتجوزت؟ بعدين بعدين مش وقته. مش مهم. المهم انه حصل. عايز تعرف ايه تاني؟ عايز تعرف انه مروان عنده استعداد يعمل اي حاجه عشان يبقى فوق فوق قوي كمان؟ وانت ايه اللي قلبك عليه؟ هو اللي قلب عليا مش انا. جايب لي بنت سكوحه من عندكم للبلد، طلقها عليا، فكره كده هيغلبني. مين دي؟ فريده مراته. بص يا حسن، الدنيا دي حاجه من الاتنين، اما غالب او مغلوب. وخلي بالك لو قررت ان انت تبقى مغلوب ما تسألش بعد كده لا عن مكانتك ولا عن حالك. هتقول بعد كده حاضر وبس. زينب قالت لي على اللي حصل بينك وبينه. مش هينسى مروان، مش هينسى. اسمع مني بعدين. انت ايه اللي يقلقك؟ انت بتعمل بيزنس بس. عايزة كام؟ 30 مليون. وانا اجيب منين 30 مليون؟ زينب قالت لي هي وشهد مجموع ميراثهم 100 مليون وفوزية لوحدها 10، يبقى المبلغ اللي طلبته مش كبير. يعني ايه؟ يعني زينب بعد ما تثبت احقيتها في ملكية الارض هتاخد قرض بالمبلغ اللي مطلوب بضمان الارض. يعني يبقى هي اللي هتشاركك مش انا. وابوك هيسكت؟ والعمل؟ العمل ان انت هتخش معانا شريك. يعني انت قول اه وملكش دعوة. لا افهم. انت هتعمل نفس اللي كان هيعمله مروان مش اكتر. هو كان هيعمل ايه؟ ياخد قرض من البنك ويتعثر في السداد فابوك يسد عنه. ايوه بس هو يقدر يعمل كده، انا لا. هي زينب هتاخد القرض بضمان الارض، انت بس هتمضي على الورق بنفس القيمه. الشركه كبيره، راس مالها اكتر من 150 مليون جنيه. خلي بالك خلال سنة واحدة بس هتبقى فوق، وفوق قوي كمان، وتبعد عن أي حد ممكن يقرفك أو فاكر نفسه ليه فضل عليك. كده بردك يا فتحي، هانت عليك العشرة، هانت عليك مرتك شموسة النوسة، هان عليك توحة الصغير. ايه هو اللي هان هان هان؟ ايوه هان يا اختي هان. تعالي 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 افهمك بس. هو مش ده يا حبيبتي اللي احنا كنا عايزينه من زمان؟ بيت لوحدنا بعيد عن البيت اللي كله مشاكل ده. كده برضو كده تقول على اهلك وناسك كده بيت كله مشاكل؟ ويكون في علمك الولد ده ليه في البيت ده تمام زي اخواتي. يا ست افهمي بقى وفتحي دماغك شويه. من الاخر كده انت طول ما انت قاعده في البيت ده مش هتقولي حاجه. والله كل حاجه يا حبيبتي رايحه لمروان وحسن. يا اخويا طف من خشمك، فلله ولا فالك، ابوي لسه عايش حسه بالدنيا. يا ستي ربنا يخليهولنا، كلنا بندعي له والله، بس هي دي الحقيقه. حقيقه؟ الحقيقه يا حبيبي ان ابوي وافق على كل اللي انت عايزه. والله ابوكي بقى ده انا احترت معاه وما بقتش فاهمه، بس عشان خاطرك يا شمس انا وافقت ارجع، بس بشرط واحد. قشرتي عسل. اول لما تخلفي وتومي بالسلامه ان شاء الله هنروح نعيش في اسكندريه، ده قرار. موافقه، بس اسمع القصيدة الجديدة. القصيدة الجديدة؟ أقول؟ قول يا أختي. بحبك يا فاتحي، بحبك يا فاتحي، بحبك يا فاتحي، بحبك يا فاتحي. أنت إيه اللي رجعك يا فاتحي؟ قومي يا بت، قومي نامي، قومي نامي يلا. زينب فين يا كريمة؟
وانت مالك يا عثمان؟ كيف يعني؟ عن الجوزة لازم اسال عليها. بأمرت ايه؟ مش لما تبقى تدفع مهرها وتجيب لها حقها تقول انا جوزها؟ زينب فين يا كريمه؟ بدل ما اعمل حاجه دلوقتي اتزعلك. لا يا راجل، اوعى تفتكر ان انا جوزتك زينب عشان خاطر سواد عيونك. لا، انا جوزتك زينب فاكرك راجل هتقف في ظهرها وتدفع لها مهرها وتجيب حقها. اسمع يا عثمان، قدامك اسبوع واحد مفيش غيره، يا تشوف لك حل يا كل واحد يروح لحاله. بقى جديه؟ جديه نص جديه كمان. زينب في مصر يا كريم؟ في مصر يا عثمان. ايه؟ كنت عايزة تيجي تاخد منك الاذن؟ بأمارة ايه؟ بأمارة ان عبد الحكيم عايز يتحكم فيها؟ بأمارة ان عبد الحكيم كان عايز يجوزها مروان وانا ما شفتش راجل بشنب يقف له؟ انا اللي وقفت له؟ بقول لك ايه؟ خلي بالك، عبد الحكيم حطك في دماغه وناوي يجيب راسك دي في الطين وفي التراب ويخليك عامل زي الأراجوز وكل أهل البلد يا عيني هتتفرج عليك يا عثمان. لا عاش ولا كان اللي يخلي راس عثمان في التراب. طب تلاتة بالله العظيم يفكر عبد الحكيم يعمل كده أدفنه مكانه. تدفن مين يا راجل؟ ادفع المهر الأول وهات الحق الأول. أنت هتقدر تدفن عبد الحكيم؟ والله العظيم لو عبد الحكيم عمل لك كده كأنها رصاصة جت فيك ومت ورحت في 60 داهية، ما تقدرش تعمل مع عبد الحكيم حاجة. طب لما نشوف مين اللي هيعمل في التاني اللي أنت بتقوليها دي. وريني يا عثمان. يلا خليهم يولعوا في بعض. نعم، معايا اعلان من المحكمه. ليه خير؟ الله اعلم. وريني كده اهو. ممكن تمليلي هنا عشان امشي؟ ماشي اتفضل. نعم شكرا. فيها ايه الورقه دي؟ ما اعرفش. امال مين اللي يعرف؟ هتقولي فيها ايه؟ والله الورقه اهي، لما يبقى يجي عمي يا اختي وبيديها له. ها يا بنت، انطقي فيها هاي الورقة قبل ما تخ. بقولك ايه؟ انا ما اعرفش حاجة ومش عايزة اعرف. الورقة دي فيها حاجة من ناحيتكم. اختك اللي عاملة روحها افوكاتو رفعت قضية، صح؟ ما اعرفش. اياك تقومي من مكانك، لما اكلمك تقعدي زي الطوبة وتسمعيني. مليش مزاج. مش بمزاجك يا روح أمك. خدي بالك بقى إن أنت بتغلطي كتير، وأنا من الآخر كده ما بحبش النسوان الغلاطة. يا نهار أبوكي طين. ما بلاش تجيبي سيرة أبويا، بلاش، ما تخلينيش أفتكر اللي أنت قلتيه. اللي هو إيه يا بنت كريم؟ وحياتك عندي انا ساكته بمزاجي. اصلك لسه ما تعرفيش اللي جاي. عارفه دماغي دي؟ طوبه، حجر، والدم اللي بيجري في عروقي ده دم سعيدي اكتر منك. انا بقى مش هستريح الا لما اخد طرب ويا منك، ومش هستريح برضه يا جبريه الا لما اشوفك في نعشك. تعالي هنا. أمك عايزة تسقطني، عايزة تسقطني يا حسن. يا جميع هيجي لنا دلوقتي. ممكن ماما. استني أشوف. أيوه. مساء الخير. اهلا مساء نور. انا عرفت ان انتوا ضيوف عندنا في القاهره فقلت لازم اجي افسحكم بنفسي. ايوه بس هو مين اللي قال لك ان احنا ضيوف في القاهره؟ هي جمانه قالت لي ان انتوا اصلا قاعدين في الصعيد.
هي ممكن بس تكون فهمت غلط. احنا لسه ناقلين الصعيد، بس احنا طول عمرنا يعني عايشين في القاهره. ماشي يا بنت، اتفضل. اتفضل يا سليمان باشا، اتفضل. بصوا بقى، انا حجزت لكم حفله حلوه جدا في اهم واكبر اوتيل في القاهره. بس للاسف بقى يعني احنا مش عاملين حسابنا. ليه لا؟ المفاجآت الحلوه بتعدل المزاج. شهد. وبعدين هنقول لا يعني سليمان باشا هو مكلف نفسه، وحفله حلوه زي دي اكيد هتعدل مودنا. ايوه يا انسه، شهد عندها حق. يلا بقى انا مستنيكم. طيب احنا هنقوم نجهز. يلا اتفضل. بعد اذنك. اتفضل. مصدقها مكدب امك؟ والله ده اللي شفته بعيني. كدابه وقليله ادب. الخناقه كانت على الورقه اللي جت من المحكمه. الهانه مختها رافعه قضيه على ابوك. ها هتعمل ايه عاد؟ رد. كريمه وبنتها رافعين قضيه عشان ياخدوا الارض، هتعمل ايه؟ ها يا واد رد عليا، هتعمل ايه عاد معاها؟ تعالي يا فوزية، تعالي عشان تشهد انت بالحق. اشهد على ايه؟ انا كنت حسجت مرته؟ ما عرفش، ما كنتش قاعدة. حتى لو ما كنتش قاعدة انا هعمل كده؟ بقول لك ايه يا جبرية، صح عبد الحكيم جاله امر من المحكمة؟ صح بنات كريمة رافعين قضية عشان ميراث ابوهم؟ صح، ايه رأيك؟ تعالي هنا. رايحة فين؟ رايحة أوضتي. هروح فين يعني؟ ما بقاش ليا غير الأوضة. الراجل اللي اتجوزته أخويا قمر ويطلقني. خلاص، ما عادش ليا غير الأوضة دي. إلا بكرة كمان يقول لي اوعي تتحركي ولا تطلعي منها عشان خلاص بقيتي متطلقة. خلصتش كلامي. خلاص يما، انت صح وهي غلط. هي كانت عايزه تسجط نفسها وتموت الواد اللي في بطنها عشان تتهمه فيكي، وانت اللي مظلومه. ارتحت يما؟ وفي مكتبني صدقها هي؟ يرضيكي يا عمتي اللي بيحصل فيا في البيت ده؟ ماليش حد ياخد حقي؟ ريتال، صح اخواتك رفعوا قضية على عبد الحكيم؟ ايوه صح يا عمتي. قلة اصل بقى هتقولي ايه؟ يعني انتي مش وياهم؟ معاهم؟ في ايه يا عمتي؟ انا برضو يجيلي قلب اقف قدام عمي في المحاكم؟ لا يمكن طبعا. ريتال، في ايه يا عمتي؟ والنبي يا عمتي ما تبصيليش كده. ده عمي ده لو قطعني كده حتت ورماني في الشارع انا عمري برضو ما اعمل معاه اي حاجه. هو الضفر برضو يطلع من اللحم؟ طب انا عايزه اتكلم مع شهد، عايزه انزل لها مصر. يقولك انت حره. حسن، شفتي حسن؟ شفتي حسن امك عملت معايا ايه؟ ايوه يا حسن، امك كانت عايزه تسجطها. انا الصراحه ما اقدرش اقولك ده قدامها، انت عارف امك مرجويه وانا ما اقدرش عليها. بس لو عاوز الحج ريتال ما ينفعش تقعد هنا اكتر من كده. انا بقول لك الحج يا حسن، انا ما عارفاش امك جابت الغل والسواد اللي جواها ده منين. اسمعني زين يا حسن، ابوك خد ورثي وانت عارف ان انا ليا في كل حاجه، ورماني في اوضه مترين في مترين، وفضل مقعدني جاره سنين طويله لحد ما عنست. حتى يوم ما وافق يتجوزني رفض يجيب لي بيت مع انه مش هيدفع حاجه من جيبه. ولما وافق يتجوزني جوزني لواحد زي محروس، لانه عارف انه هيفضل تحت طوعه ومش هيقدر يقول له ايوه ولا لا على اي حاجه. حتى محروس أنا عارفة إنه ما بيحبنيش، وعارفة إنه اتجوزني عشان أنا أخت عبد الحكيم. كان فاكر تحت الجبة شيخ. حتى عبد الحكيم
لما حس ان محروس هيخرج من تحت باطه قال له يطلقني بالغصب، وهو عارف انه مش هيقدر يقول لي لا. عايزه تقولي ايه يا عمتي؟ عمتك عايزه تقول لك خد بالك يا حسن، عايزه تقول لك لازم تعمل حسابك وتشوف حالك ومالك، لازم تطلب بحقك من دلوقتي يا اما مش هتاخد حاجه اصلا. طالب بحاجة وابوي عايش وماله؟ ايه اللي يمنع؟ هو يعني يا عم كان بيعمل كل الفلوس دي ليه؟ مش عشان يساعدك انت واولادك؟ وما كنتش تستمتع يعني بحياتك على حياة عين ابوك، هتستمتع بيها امتى اياك؟ لما يموت ولا لما مروان ياخد كل حاجة في عبه؟ بقولك ايه يا حسن، انا مش هينفع اقعد في البيت ده ولا دقيقة واحدة. انا بصراحة يعني اخاف اقعد مع امك لوحدي، انا يعني ابن عندي بالدنيا، ولا انت مش خايف عليه؟ ما شاء الله ما شاء الله، بتعملي ايه يا مرات العمده؟ تالي جابك هنا؟ جيت بلاش اجي ولا ايه؟ جيت علشان اشوف مرات العمده اللي هي على ذمته نزلت مصر تتصرمح شمال ويمين مع مين؟ ايه تتصرمح؟ دي انت اتجننت ولا ايه؟ انا اتجننت؟ اوعى ايه اللي انت بتعمله؟ ايه اللي انت بتعمله؟ ما يصحش كده، اهدى شويه. في ايه؟ ومين بسلامتك بقى علشان يعني نتعرف على بعض؟ ممكن بالراحه يا عمده عشان نعرف نتكلم شويه؟ كيف يعني؟ كيف بالراحه واهدى؟ اخد مهبط يعني؟ اقعد على الكنبه دي مستنيكوا بعد ما تروحوا تتصرمحوا لوش الفجر وترجعوا؟ غلطان انا؟ ايه اللي بتقوله ده؟ انت مالكش حق اصلا ان انت تيجي هنا ولا ليك حكم عليا. لما تبقى بقى تعمل اللي احنا اتفقنا عليه وتثبت لي كده انك راجل بصحيح، وقتها نبقى نتكلم يا عمده. بطل العن والرن بتاعك ده والكلام الماسخ، كل شويه كلام كلام. انت وامك تجي هنا ليه؟ عايز ايه دلوقتي؟ انا مش عايز، انا هعمل اللي انا عايز اعمله دلوقتي. هو انت قلت لك سيبها؟ يا لهوي افهم اللي بقول لك عليه كويس يا ابن الناس. لو مديت يدك تاني هخرم لك دماغك دي اكليها مصفى اتصفي فيها طماطم. فاهم ولا مش فاهم؟ انت خلاص انت اتجننت. انا ما اتجننت؟ ما اتجننت لما فتك تسيب البيت في البلد. انا العمده، العمده اللي بحكم الناس كلها، مش قادر احكم بنت كريمه. تعالي. الله الله الله، ده ده مش بس بنات مصر اللي يعرفوا يلبسوا. انا فريده. ايوه فريده، الحلاوه دي يا بت. انا قلت اخليك تاخد بالك انت متجوز مين طالما عينك متجايبه. لا واخد بالي، واخد بالي قوي كمان. طب بما انك اخدت بالك، يا رب عينك ما تروحش كده ولا كده يا مروان. حاضر مروان. قولي. انا عارفاك كويس واعرف انت بتعمل ايه من قبل ما تعمله، والكلمه اللي بتفكر فيها من قبل ما تنطقها انا عارفاها وعارفه تقصد منها ايه. حبني زي ما بحبك. حاضر هحبك. اسمعي، انا هنقعد ونتكلم ولا هنروح نسهر؟ هتسهرني فين؟ المكان اللي انت عايزاه. تعالي تعالي ادخلي ادخلي. رايحه تتصرمحي على حل شعرك في مصر وناسي انك متتجوزه بقف؟ ما ديك قلت اهو بقف. هو في حد بقى بيستأذن من بقف؟ تعالي بقف تعالي تعالي. بقول لك ايه، ظاهر انك انت عايزه تتربي من اول وجديد، مش لاقيه كبير ربيكي. تربي مين يا سيدي الرجال انت؟ لما انت عامل فيها ذكر قوي كده، كنت عرفت تجيب لي حقي من عبد الحكيم. حق؟ حق ايه يا بنت الناس؟ خلاص دلوقتي ما بقتش عارف حق ايه؟ نسيت فجأة. صحيح ما انت ركبك بتخبط كده ببعض بس تسمع اسمه. بطلي بقى بطلي بقى الاسطوانة الماسكة والكلام الفارغ اللي عمالة تقوليه انت وامك. ثلاثة بالله العظيم ما تخرجي من البيت ده واصل.
هطلع يا عمده، هطلع ومش راجع البيت ده تاني، وانت هتطلقني. طلقك؟ هو احنا كنا اتجوزنا عشان اطلقك؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ لازم اتجوزك الاول، فاهمه ولا مش فاهمه؟ اوعى كده، انت مجنون ولا ايه؟ انت بتعمل ايه؟ يا سلام، بقول لك ايه؟ لازم اتجوزك يا بنت الناس. اوعى كده. تعالي هنا، لو خرجت بره البيت هتفنك مكانك، وساعتها عبد الحكيم هيشكرني، هيقول لي زين عليك العثمان اللي انت عملته ده. انت شكلك خلاص مخك، فوت 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 يا زينب عشان عشقتك. عشقتي مين يا مجنون انت؟ دلوقتي بقيت مجنون خلاص، مش عثمان ده اللي كان الكل في الكل، ولا انت كنت عايزين عثمان انت وامك يقف قصاد عبد الحكيم وبس؟ اه هو ده اللي احنا كنا عايزينه. خلاص واديني اللي انا عايزه، هاخد حقي. حق ايه ده ان شاء الله؟ حقي فيك يا زينب. لا يا حبيبي، ده في المشمش، لما تبقى تعمل اللي وعدت بيه الاول. يبقى حقي الاول، طالما عايز حقك اخد حقي، مصلحه قصاد مصلحه. انت لو قربت مني هرمي نفسي من الشباك. ارمي نفسك من الشباك وفي ايه يعني؟ تعرف الناس هتقول ايه؟ هتقول عليك انك كنت معيوبه في ليله دخلتك، وانا هقول الكلام ده، وفضحتك هتبقى على اهل البلد كلها، وقدام امك وقدام ابوك عبد الله الله يرحمه. انت ما تعرفيش عثمان يا زينب، انا لما بتحول ببقى حاجه تانيه خالص. انت عايز حقك وانا عاوز حقي، وثلاثه بالله العظيم لو خرجت من البيت ده راح اكون طخت بالنار. خلي يا بنت، انت يا بنت عالي هنا، لو خرجت بره البيت هتفنك مكانك، وساعتها عبد الحكيم هيشكرني، هيقول لي زين عليك العثمان اللي انت عملته ده. انت شكلك خلاص مخك، فوت 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 يا زينب عشان عشقتك. عشقتي مين يا مجنون انت؟ دلوقتي بقيت مجنون خلاص، مش عثمان ده اللي كان الكل في الكل، ولا انت كنت عايزين عثمان انت وامك يقف قصاد عبد الحكيم وبس؟ اه هو ده اللي احنا كنا عايزينه. خلاص واديني اللي انا عايزه، هاخد حقي. حق ايه ده ان شاء الله؟ حقي فيك يا زينب. لا يا حبيبي، ده في المشمش، لما تبقى تعمل اللي وعدت بيه الاول. يبقى حقي الاول، طالما عايز حقك اخد حقي، مصلحة قصاد مصلحة. انت لو قربت مني هرمي نفسي من الشباك. ارمي نفسك من الشباك وفي ايه يعني؟ تعرف الناس هتقول ايه؟ هتقول عليك انك كنت معيوبة في ليلة دخلتك، وانا هقول الكلام ده، وفضحتك هتبقى على اهل البلد كلها، وقدام امك وقدام ابوك عبد الله الله يرحمه. انت ما تعرفيش عثمان يا زينب، انا لما بتحول ببقى حاجة تانية خالص. انت عايز حقك وانا عاوز حقي، وثلاثة بالله العظيم لو خرجت من البيت ده راح اكون طخت بالنار. خلي يا بنت، انت يا بنت. عبد الحكيم، انت مش مبسوط انك خارج معايا ولا ايه؟ لا بس. لا مش مبسوط، وشكلك كمان زعلان، وشكلك كمان بتلوم نفسك وبتقول يا ريتني ما عرفتها من الاول. ليه بتقولي كده؟ عشان هي دي الحقيقة. أقول لك على حاجة، أنا هولد من هنا وأسيب لك الولد أنت تربيه، وإنساني أكني ما كنتش موجودة في الدنيا دي خالص، بس أمانة عليك تحبه زي ما بتحب ولادك التانيين. وكنت فاكر إن أنا هفرض نفسي عليك تبقى غلطان، أنا كل اللي يهمني في الدنيا دي حاجة واحدة بس، إن ابني يتربى كويس ويبقى ليه عيلة محترمة، ما يجيش الدنيا دي ويقول أنا جيت ليه ويتعب فيها ومحدش هيعمل الحاجات دي غيرك انت يا عبد الحكيم. انا مش هسيبك يا ندى. سيبك مني انا، انساني خالص، انا هولد الولد من هنا واسيبه لك انت تربيه، دي اهم حاجه عندي. ايه اللي بتقوليه دي؟ ما انا مش عايزاك تفتكر ان انا بستغلك. لا ما تستهجنيش، طالما انك شايله ولدي يبقى من حقك عليا تعملي اللي انت عايزاه. عبد الحكيم، عارف ان كلامك ده بحس ان انا لو بعدت عنك لحظه ممكن اموت. بتحبيني؟ اكيد بحب. انا اتضح لي ان الحب ده وهم، ممكن واحد او واحده يحبوا بعض وتاني يوم يكرهوا بعض، اهم حاجه ان الواحد يلاقي حد يحترمه ويقدره ويخاف عليه. محدش هيقدر حد ويعمل له حساب الا اذا كان بيحبه. لا يا عبد الحكيم،
انت بتعمل كده. انا كنت بالنسبه لك زي اي واحده بتقضي معاها يومين لما تنزل مصر. يعني انت ما كنتش مرتبه حكايه الحمل دي؟ اقول لك الصراحه. طيب بس توعدني انك هتفضل جنبي ومش هتسيبني؟ طالما انك شايله ولدي عمري ما هتخلى عنك. بصراحه كده اي انا لما قابلتك وعرفتك حسيت اني مش هلاقي راجل زيك. كان اهم حاجه عندي ان انا ازاي افضل في حضنك وجنبك. ماشي. هو ايه اللي ماشي؟ مصدقك. انا مش مصدقه انك مصدقني وخايفه. ما تخافيش، انا مش راجل عبيط. انا كنت عارف انك مرتب الحكايه دي عشان تمسكيني. بس خلاص، طالما اني معاكي ولدي مش هستغنى عنك. انا عمري ما هكدب عليك ابدا. انا كل اللي كان يهمني انك تكوني صريحه معايا. وانا اوعدك اني طول عمري هفضل صادقه معاك ومش هكدب عليك ابدا. اشربي. ابوك ليه؟ بيعمل ايه هنا؟ ومين اللي معاه؟ ما عارفش. هتعمل ايه؟ هشوفه وجعان. اوعى كانك ما شفتوش ولا عرفتي اي حاجه. تعال تعال. احنا نطلع نسهروا في اي حته تانيه. بس ما بسش. ما تشغلش بالك باللي بيعمله غيرك. انت كده مش هتعرف تعيش. اسمع كلامي بس. يلا ننزل البلد. يلا ماما ماما زينب. يا ماما زينب. ماما الحقيقة يا ماما اللي كان زينب اسمي يا بنتي. اصبري يا ماما جاني اللي ماما هيموتني. ليه؟ مش عارفة مش عارفة. انا عايزة اخلص ماما. اطلعي معايا اطلعي معايا على البيت. مفيش لولو معاك على البيت يا عثمان. هتطلع يعني هتطلع. مش هتروح معاك في اي حتة يا عمدة. وانت مين بقى بسلامتك عشان تخش في الموضوع ده اساسا؟ طب امشي من هنا وبلاش فضايح. في ايه يا عمده؟ انت مش لاقي حد تعمل عليه عمده بره، جاي فرد دلوعك وتعمل علينا عمده؟ انا عمده؟ عمده هتقول عنك، عنك وعن الشديد لي كمان. احنا هنغلط بقى ونقل ادبنا ونطول لساننا كمان. اطول لساني زي ما انا عايز، وماليش كلام معاك يا كريمه. انا كلام مع مرتي. اطلع البيت. مش هتطلع يا عمده. هتيجي معايا يعني هتيجي معايا. امشي امشي من هنا بدل ما الم عليك الناس. وانت اللي قصرت تتكلم يا متطور. هتيجي ها شوفي فضايح مرتي بتعمل ايه في مصر. راح تتصرمح مع الاسود ولا مع السواش؟ اخرس قطع لسانك راجل قليل الادب ما عندكش دم. انا بنتي متربيه احسن تربيه يا مغفل. هنعرف يا كريمه هنعرف اذا كانت بنتك متربيه ولا مش متربيه. هاني الله اعرف. اوعي الحقوني يا ناس الحقوني. العمد عاوز يموت. الحقوني يا ناس. صرخي اوعي ايدك. صرخي زي ما انت عايزه. لم علينا الناس. خليها تفضح كريمه ويعرفوا ان بنتها مش عايزه تخش على جوزها يوم زفافها. يبقى ايه؟ يبقى معيوبه يا كريمه. انت معيوبه يا راجل. انت بقول لك ليه؟ انا هاخد مرتي. انت مش معيوبه. انت اللي معيوب ومخك فاضي وهمجي. عارف بنتي مش عايزه تخش عليك ليه؟ ليه؟ عشان انت ما بتنفذش كلمه واحده من اللي انت قلتها. عرفت ولا قلتها لي يا عمده؟ لا ما عرفتش يا كريم. اديك عرفت. وهاخد مرتي يعني هاخد مرتي. مش هتاخد حاجه. اوعى يا زلمه. اوعى يا زلمه. اوعى 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 يا ابنك. الحاج يا عمده. اجري يا بت. اجري يا بت. هيروح في 60 داهيه. انا ما يهمنيش يروح في داهية. انا كل اللي يهمني اخد حقي. وانت لما تاخدي حقك يا عمتي هتعملي بيه ايه؟ ناويه اعمل كيف فريده. فريده اللي البلد كلها كانت بتقول عليها سايبه، اللي البلد كانت بتقول ان ملهاش راجل، في الاخر اتجوزت زينة الشباب مروان. وهتسيبي محروس؟ محروس محروس ده أنا ما استعنهوش خدام يجيب لي مداسي. نصيب بقى. لا
نصيب، ده ظلم، قهر، والسبب فيه عبد الحكيم. طب وانتي ناوية تعملي ايه يا عمتي؟ ناوية ابقى معاكم. معانا؟ معانا ازاي يعني؟ يعني اللي تقول عليه شهد انا حامله. تعالي خدي، ها؟ اركبي اركبي، خدش 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 اهي. يا زينب استنى يا عمده. زينب يلا استنى ولا بتاع، استنى استنى يا عمده. يا زينب يا زينب. قلبي يا بنتي. عمتي قلبي حصل لك ايه؟ تعالي معايا، تعالي ادخلي ادخلي. حد هنا؟ امسكي انت يا حمده. بقول لك ايه، 10 دقايق برجع لك اشوف فيه تحت. زينب انت قلت لك عثمان، انت يا حمده انت اللي اسمك عثمان. يف يف مالك دخلت انت حبيبك قدام ليه؟ البت فين؟ ايه؟ البت بنتي فين يا عثمان؟ ما عنديش بنات. يعني ايه؟ يعني ايه يعني؟ ما عنديش بنات ولا توكل على الله وقول امسها. بقى كده؟ ايه بقى كده انت؟ بتهددين ولا ايه؟ زينب خد يا بنت. انت فين يا زينب؟ توكل على الله. اهدى يا زينب. اوعى ما تمسكنيش. اوعى ما تمسكنيش. يلا قولوا اعملها. انا حوريك يا عثمان. اعملي يلا. انا حوريك يا صباحيتك بنتك بكرة هتاخديها قصة، هتاخديها صخ سليم. مساء النور. لا انا ما انا ما بنامش دلوك. بفكر في اللي انت قلتيه. انا موافق على كل الكلام اللي اتقال وما عنديش فيه اي مشكله، بس عايز كل حاجه تبقى مظبوطه، مش عايز حاجه تفلت منينا. والاهم، هتعمل ايه مع مروان؟ انا عارف انك حره في اللي تشاركيه واللي تتعاملي معاه، بس انا مش عايز مشاكل بيني وبينه خصوصا في الوقت الحالي. ماشي اتفقنا. اعمل ايه يا رب؟ دبرني. اعمل ايه يا نادي؟ اجيب البندقيه وتخو عيارين واخلص منه عشان اخلص بنتي؟ دبريني يا بنتي اعمل ايه؟ نادية مش دي عربية مروان؟ اه هي. ايه يا عمتي؟ هتعمل ايه؟ هشيله. مروان؟ مروان يا عمتي؟ اه مروان. المهم بنتي تخلص وخلاص. انت عاوزة جبرية تشمت فينا؟ عارفة لو جبرية نفسها تقدر تخلص بنتي هروح لها وتجيبها وهي اللي تخلصها. بنتك يعني ايه؟ مروان؟ لا يا عمتي، لا يا عمتي بلاش.
بلاش يا عمي. معلش يا حبيبتي، حقك عليا. انا عارفه ان انتي مش عايزه تخشي جوه، بس اعمل ايه؟ ده اللي قدامي. مفيش في البلد. مين اللي هيجي دلوقتي؟ ايوه 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 مروان، الحقني يا ابني، الحقني يا حبيبي. العمده عثمان هيموت زينب. هيموتها ليك يا فضل الشر. الحقني، تعال نجيبها. تعال اهدي. قولي لي ايه اللي حصل؟ انت لسه هتسال؟ بقول لك العمده هيموت زينب، تقول لي ايه اللي حصل؟ ما هو جوزها. ما تقلقيش يا ستي كريمه، هو الجواز كده فاوله مشاكل كتير، بس شويه شويه الوحده بتاخد على طبع جوزها وبتعرف تعامله كيف. هو انا اللي هقول لك برضه مروان، هتسيب زينب؟ هسيب بنت عمك في ايديه؟ هيموتها لو ما عملتش اللي هو عايزه. وهو عايز ايه؟ البت رفضها ورفضها انه يجي جنبي منها ويلمسها. ايوه يا حبيبي، رفضها ورفضها الجوازه دي من اصله، وانا اللي جوزتها بالعافيه. ايه اللي بتقوليه دي؟ ايوه اللي انت سامعه ده، انا اللي جوزتها بالعافيه. هي دلوقتي مرته، وطالما مرته يبقى من حقه يعمل اللي هو عايزه، ولا ايه؟ الاصول اصول، واحنا مالنا. اه انت مالكيش دعوه، انا بكلم ابن عمها. مروان هتسيب زينب؟ لا لا مش هسيبها، مش هسيبها. ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش. على فين؟ على فين يعني ايه؟ هروح اجيب بنت عمي واقطع رقبه البودي. اه واجب برضه، انا جايه معاك. جايه معايا فين؟ لا لازم اشوف زينب واتكلم معاها. حقك عليا يا بنتي، حقك عليا. معلش انا اللي دخلتك البيت ده، بس اعمل ايه؟ خايفه على اختك زينب، اعمل ايه؟ عشان خاطرك. ايه انت مش هتدخل ولا ايه؟ لازم اتدلع على البلد دلوقتي. دلوقتي؟ ايوه، انا احب السفر في الليل. وانا خاف عليك من الظلم. ما تخافيش، تصبح على خير. خلي بالك على نفسك، انت دلوقتي مش ملك نفسك، في ناس تانية عايزينك. ما تخافيش. طيب يعني انا دلوقتي لو قلت لك اني مش عايزاك تروح وعايزاك تفضل معايا؟ يا بس هي لازم امشي. لا مش لازم، وانت عارف بقى انه مش لازم. هو انت بتهرب مني ولا ايه؟ على فكره بقى انا مش هتكلم تاني في الموضوع ده، انا تعبت خلاص. مش اللي في دماغك، بس مش قادر اتصور ان انا بعد العمر ده كله هيبقى عندي عيل. العمر خلاص. عمري ايه بس اللي خلاص؟ بعد الشر عليك. عارف انت هتربيه وهتجوزه، هو احنا نسوى ايه من غيرك؟ عمتي عشان خاطر بنتها نسيت كل حاجة، نسيت هي كانت عايزة ايه، نسيت انهم خدوا حقها، نسيت مروان واللي عمله، نسيت عبد الحكيم وحق ابوي، نسيت كل حاجه. المهم بنتها وبس. حتى انا ما عملتش حسابي، دخلت على مروان وانا وراها وكاني مش موجوده ولا ليا قيمه ولا اعتبار. بنتها وبس. حلوه فريده، حلوه صح، مفيش في حلاوتها في البلد كلها. ليه حق يتجوزها ويجري وراها؟ وهي شاطرة، عرفت كيف تخليه يجي، جابته على قدر رقبته.
يا عثمان يا زينب يا عثمان يهدى فيه يهدى شدي يا زينب مالك يا مروان خبريه زينب فين زينب مين زينب مرتي اوعى تقول مرتك اوعى انت مجنون ولا ايه ها ازاي تتهجم على بيتي كده وعلى مرتي من غير اذن زينب خد حالك ليه زينب يا زينب يا زينب مروان اوعى تتهجم اكتر من كده انا بقول لك اهو تعالي وانت ايه اللي نزلك من الله والمصحف الشريف الرصاصة التانية هتكون جوه دماغك اللي بتعمله ده غلط يا ولد عبد الحكيم اخلص زينبك اخلص زينب تعالي انتي ولا فريدة؟ اكفل زينب هتبقى هنا؟ ما ينفعش يا مروان لا ينفع طول ما زينب هنا ما حدش يقدر يقرب لها ما ينفعش تقعد هنا دلوقتي قلت ينفع انت كويسه دلوقتي يا حبيبتي اهدى هو العمله طلقها ويطلقها ليه بس يا جبري خلاص مش عايز اسمع ولا كلمه تعالي يا زينب تعالي يا حبيبتي هاخدك من هنا ورايح مش عايز اسمع لا حس ولا صوت ولا خناق كمان كل واحده منكم تحط لسانها في خشمها مروان انت تقول لها انا الكلام ده انا بقول الكلام ده لكل واحد في البيت خلاص مفيش كلام تاني لحد كده وكفاية طهقت قعدت مستنياك انك تيجي ما جيتش انا هبات هنا النهارده وماله انا مقدره اللي حصل بس يعني كنت اطمني عليك مش اكتر طالما اطمنت عليك يبقى روح انام اقعدي عينيا تحب بيت معك هنا النهارده يو مش احنا متجوزين والكل عارف ايه المشكله يعني فريده في ايه مالك وانا قلت حاجه غلط أنا بس عايزاك تبقى هادي عشان تعرف تفكر عشان العمدة مش هيسكت هيعمل إيه؟ ما يقدرش يعمل أي حاجة لا يعمل كتير أنت بس اللي مش واخد بالك أنت رحت خدت مرته من بيته وده العمدة
يعني البلد باللي فيها. فريدة انت جاية تزيديها علي؟ يقطعني لو كنت جاي عشان كده. انت عارف ان انا لا يمكن اعمل اي حاجة تزعلك مني او تضايقك. ما تشغلش بالك ولا تحط في عقلك، بس انا عايزك تعمل حسابك انه بكرة ممكن تلاقي الدنيا كلها مقلوبة عليك، وانا بخاف عليك وبخاف عليك قوي كمان. تنقلب الدنيا، هميليني دلوقتي. مروان ده طلع راجل بحق وحقيقي، دخل على بيت العمدة زي الأسد ولا حد همه. لا حق فريدة دي تتهبل عليه. جرى يا رتال؟ ايه؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ عمال ترمي بالكلام، عايزة ايه؟ مش عايزة حاجة يا اخويا. عاوز ايه يعني؟ يعني هو انا مش عارفك؟ انت مش عارف حاجة خالص. باللي عمله مروان ده خد البيت كله في عبه. لما يجي ابوك هيقوله تعالى يا حبيبي في حضن ابوك، تسلم ايدك وعافيتك، حافظت على شرفنا وعلى بنتنا. يقوم يقول له ايه بقى؟ ايه؟ يقول له هات بقى يا حاج، هات بقى عشان املى جيبي. ساعتها ابوك عبد الحكيم مش هيقدر يقول له لا، هيقول له ده انت نن عين ابوك من جوه، اجرف وخد زي ما انت عايز يا حبيبي. يعني عايزاني اعمل ايه؟ انزل اطخه بالنار عشان تستريحي؟ لا طبعا. هو انا يعني مستغنيه عنك؟ انا بس عايزك تركز مع اللي قالته شاهد. خلينا نخلص من اللي احنا فيه ده بقى. انت لما يبقى ليك مال وتجاره محدش هيقدر يتحكم فيك. صدقني الفلوس بتعلي النفوس يا روح رتال من جوه. ادخل. ما تخافيش، مش هيقدر يعمل اي حاجه. وان كان على الطلاق هيطلق غصب عنه. انت بقى جاي تقول الكلمتين دول؟ لا. ولا ايه اللي جايبك؟ انا عايز اسالك سؤال وتجاوبيني عليه إجابة تقنعني وتخليني أشوفك كيف كنت بشوفك زمان. إيه هو السؤال؟ ليه عملت في نفسك كده؟ ليه؟ تترمي في حضن واحد ناقص؟ ليه قللتي من قيمة نفسك وروحك؟ ليه؟ طب ما أنت كمان عملت كده. عملت إيه؟ ما أنت قللت من نفسك ورحت اتجوزت فريدة. تقصد إيه يعني؟ أقصد إن كلنا بنرمي نفسنا في النار والسبب واحد بس، أبوك. أنا اتجوزت العمدة بس على الورق، بس اتجوزته عشان يبقى الإيد اللي أقدر أكسر بيها شوكة عمي، علشان أعرف أخد حقي اللي أنا مش عارف أخده. تكسري يد مين؟ ها؟ لا لا، أنت غلطانة. غلطانة ليه؟ أيوة غلطانة غلطانة. العمدة حتى لو أبويا عمل اللي عمله أكتر بمليون مرة، تروحي تترمي الرميتين توقع الوقع المطينة دي؟ طب ما انت كمان وقعت. انا حاجة وانت حاجة تانية خالص يا زينب. انت اغلى مني، اغلى مني بمليون مرة. تقصد ايه؟ بنات العيلة سندها وسترها، بنات العيلة الذهب اللي بنشتروه ونحافظوا عليه ونخاف عليه ولا يمكن نبيعوه ابدا، فهمتي؟ طب ما انتوا فرطتوا فينا. ما حصلش. حصل. هي دي المشكله. ولا انت ولا ابوك قادرين تشوفوا الحقيقه، ان كل اللي بيحصل ده بسببكم انتوا. مش عاجبك كلامي؟ لا مش عاجبني. مش وقته دلوقتي اسمع كلام ما منوش اي فايده. لما جيت عندنا البيت لما بابا الله يرحمه كان عيان واتكلمت معاك،
انا كنت مبسوطه قوي، اتبسطت ساعتها ان انا ليا ابن عم. كان نفسي اقعد اتكلم معاك تاني، وقتها كلامك دخل قلبي. كنت حاسه ان دي مش اول مره نقعد ونتكلم فيها مع بعض. كان نفسي نقعد كتير تاني يا مروان ونتكلم. قعدت افكر وقتها ايه اللي احنا فيه ده، حتى لو اهالينا في ما بينهم مشاكل، احنا ليه ما نطلعش نفسنا من مشاكلهم ومن خلافاتهم دي كلها. وقررت ان انا اعمل ده، بس شكلها كده صعبه. صعبه قوي ان الواحد يفصل نفسه عن الناس اللي حواليه، خصوصا لو الناس دول اهله. لما انت قلقانه عليها جوك ده، ما جبتهاش معاك هنا ليه؟ خفت للعمدة يجي يتهجم علينا هنا تاني وياخدها بالعافية، وانا خلاص مش قادرة عافر. تعبت يا بنتي، تعبت. قمت سبتيها هناك في بيت عبد الحكيم مع مروان مش كده؟ عشان تحمي بناتك سبتيهم في بيت عبد الحكيم. واخده بالك من اللي بيحصل يا عمتي؟ واخده بالي كويس قوي يا ناديه. انت عايزه تقولي ايه يا بنتي؟ عايزه اقول اني ما عدتش فاهماكي. عمتي انت نسيتي اللي عمله عبد الحكيم؟ ما نسيتش يا ناديه، ومش محتاجه حد يفكرني. انا بس بفكرك، لا يكون خوفك على بناتك خلاكي تنسي ان عبد الحكيم هو اللي قتل اخوكي. وقتل جوزي كمان، وكل حقي وحق بناتي، ما نسيتش. الا قولي لي يا عمتي، لو انا كنت مكان زينب في بيت العمده دلوقتي، كنت هتقلبي عليا الدنيا عشان تجيبيني؟ ولا كنت هتسيبيني وتقولي ما باليد حيله؟ لو ما كنتيش في بيت العمده وكنت في وسط النار، كنت حرمي نفسي فيها واخش اجيبك. عارفه ليه؟ عشان انت مالكيش غيري انا وربنا وبس. زينب عندها عمها واولاد عمها وجبريه اللي بتاكل اللحمه نيه. لو عبد الحكيم صمم يجوز زينب لمروان، هتعمل ايه يا عمتي؟ مش هيحصل يا ناديه. وان حصل حبيبتي، فريده ماسكة في مروان بإيديها وسنانها، مش هتسمح له يتجوز أي حد غيرها. يعني فريدة هي اللي مش هتسمح، إنما لو هو صمم. نادية اطلعي نامي يا بنتي، اطلعي نامي وسيبيني في اللي أنا فيه. أبوس إيدك، اطلعي نامي وسيبيني. حاضر يا عم. أنا بس بفكرك، لا يكون خوفك على بناتك خلاكي تنسي إن عبد الحكيم هو اللي قتل أخوكي. وقتل جوزي كمان، وكل حقي وحق بناتي، ما نسيتش. إلا قولي لي يا عمتي، لو أنا كنت مكان زينب في بيت العمدة دلوقتي، كنت هتقلبي عليا الدنيا عشان تجيبيني؟ ولا كنت هتسيبيني وتقولي ما باليد حيلة؟ لو ما كنتيش في بيت العمدة وكنت في وسط النار، كنت حرمي نفسي فيها واخش اجيبك. عارفه ليه؟ عشان انت مالكيش غيري انا وربنا وبس. زينب عندها عمها واولاد عمها وجبريه اللي بتاكل اللحمه نيه. لو عبد الحكيم صمم يجوز زينب لمروان، هتعملي ايه يا عمتي؟ مش هيحصل يا ناديه. وان حصل حبيبتي، فريدة ماسكة في مروان بإيديها وسنانها، مش هتسمح له يتجوز أي حد غيرها. يعني فريدة هي اللي مش هتسمح، إنما لو هو صمم. نادية اطلعي نامي يا بنتي، اطلعي نامي وسيبيني في اللي أنا فيه.
ابوس ايدك اطلعي نامي وسيبيني. حاضر يا عمتي. امر يا كبير، واحنا نتربكوا البيت على اللي فيه. خلاص عبد الحكيم مش هنا، مش كده؟ في مصر. انا عارف انه بيحب يتدلى كل شويه على هناك عشان يروق راسه ومزاجه، مش كده؟ عيب اللي بتعمله ده يا عمده، مش بيت عبد الحكيم اللي تحوطه بغفرك. اهلا 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 بالكبير، كبير العيله. عملت فيها ذكر وجيت البيت هناك وعملت شويتين بتوعك اللي على مزاجك عملته. دلوقتي انت بيدك هتدخل تجيب زينب وتقول لي مرتك اهي يا عمده. خد غفرك وانقلع من هنا. لا ولا غفير هيتقطع من هنا، وما فيش حد هيخرج من البيت ده الا بعد ما زينب تكون معايا. واقول لك مع السلامه مروان. العمده جايب غفر وجاي ياخدك والدنيا خربانه تحت. الدنيا كلها مقلوبه عشان ست الحسن والجمال. انا معرفش بصراحه ان مروان ده يعني جدع قوي كده. تفتكري يا عمتي يعني هيخلي العمده يطلع؟ يطلع يطلع فين؟ ده اذا طلع هيطلع ميت. مروان ده راجل كيف ابوه؟ كله اللي حرمه البيت. انت اتجننت يا عمده ولا ايه؟ لو كنت فاكر انك تقدر تلمس شعرايه من زينب يبقى بموتك يا عثمان. يلا غوري من هنا غور. ماشي. قدامك ساعة واحدة يا مروان والزينب تبقى في يدي، ولو ما حصلش أنا هدخل بنفسي أجيبها بيدي. لو نخيت النهاردة ما هتقدرش ترفع عينك فيه. هو لازم أن يعرف إن بيت عبد الحكيم ما يتهنش أبدا. هتسيبه ياخدها مروان؟ هتسيبها له؟ مش أنت اللي أعطيتيها ليه؟ ما أنا أصلي يعني. أصلك إيه؟ أصلك إيه؟ اوعي تقولي انك ما كنتيش عارفه انه ما ينفع لها شيء. اوعي تقولي انك كنت بتفكري انه هيصونها وحطها في حباب عينيه. ما هي كريمه كده. وانت كمان يمه. انت مش ده حقك؟ مش انت اللي عايزه كريمه وبناتها يتذلوا ويتهانوا قدام عينيكي وما يقدروش يرفعوا راسهم تاني؟ عقولكم شفتوا عقولكم وانت الفين؟ غلكم ده ودانا الفين؟ عشان تعرفوا لو حد فينا مات هتبقوا انتوا السبب. يا مري هتعمل ايه يا مروان؟ مروان ايه يا مروان؟ مروان استنى استنى يا مروان. اعجل يا ولدي يا حبيبي استنى. بلاش نور يا مروان. شكلكوا نسيتوا مين مروان ولد عبد الحكيم، ونسيتوا كمان مين الكبير واللي خلق الخلق خطوة تانية وهكون ميتم عيالكم وفاحر قبركم بيدي. غوروا غوروا بلاش ادرمغها فوق راسكم. يلا شوية تريبة. انتي على بيتك ساعة جوا. خايف عليكي. حتى لو مش خايف عليكي مش هيسيبك عشان انتي بتدعم. مش هيسيبك حتى لو كنتي غلطانة، علشان ما ينفعش حد من بيت عبد الحكيم وخصوصا لو كانت واحدة ست حد يتحكم فيها أو يذلها. أنا بصراحة ما بقتش فاهمة حاجة. انتوا بتحبونا ولا بتكرهونا؟ يعني ممكن واحد منهم يضحي بروحه علشان واحدة مننا؟ يعني هو ممكن يديني روحه بس مش عايز يديني حقي وفلوسي ليه طيب؟ راجل يا ولدي راجل. ها؟ يقتل من بناتك يا كريم. خلاص كفاية. مش عايز أسمع ولا كلمة في البنت دي. لا
لا لا لا لا لا لا وي. خبر ايه؟ راحة فين؟ زينب اطلع حبيبتي لمي حاجتك، هاخدك وننزل مصر دلوقتي على طول. يلا يا بنتي. أنا ما كنتش خايفة، ما قلقتش ولا فكرت اللحظة واحدة إن رجل ممكن تخطي عتبة البيت. حتى لما سمعت ضرب النار ما تهزتش، مع إني ما بحبش الصوت العالي. أنا بخاف من ضرب النار حتى لو كان في فرح. عايزة إيه دلوقتي؟ عايزة أقول لك إن أنا عمري ما حسيت بالأمان زي ما حسيت بيه النهاردة. تخيل انت ابقى حاسه بالامان وانا حواليا ضرب نار وغفر وناس ممكن تموت بسببي. تخيل ابقى حاسه بالامان في وسط كل ده وكل اللي حصل يخليني احس بعكس كده. انت عارف انا حسيت بكده ليه؟ ليه؟ قول لي انت، انا بسالك. مش عارف، مش عايز اعرف كمان. كان ممكن غفر العمدة يضربوك بالنار. زينب هملين الروحي. انت عارف ان غفر العمدة كان وقتها ممكن يقتلوك ويقولوا ان انت حاولت التعدى عليه، ولا هو ولا غفر هياخدوا فيها ساعة حبس. زينب اطلعي لفوق. أنا عايزة أعرف أنت ليه عملت كده؟ ليه نسيت نفسك ونسيت حياتك وكل حاجة؟ وكل اللي بقيت بتفكر فيه هو إنك تحميني وبس. عشان أنت بنت عمي. لحمي ودمي. أنا ما كنتش قادر أفكر. أنتِ مش زي أي واحدة فيهم، حتى أمك. عارفة يا زينب، والمصحف لو خط خطوة جوه البيت هيكون بموتي. يمكن أمي وأمك دلوقتي تجين في خناق بعض، وأنا عارف أمك مش طايقة أمي وتتمنى تموت النهاردة قبل بكرة، وأمي كمان نفسها أمك تموت وتترمي جدا للكلاب. أبويا مش طايق أمك وأمي مش طايقة أبوي، بس كل ده مش هيقطع حبل الود اللي بيننا. زينب انت ليكي حاجة في القلب من زمان وكتير قوي. انا بحس انك مسؤولة مني، بحس اني اسمعي يا زينب، ما تخافي شيء، ما تخافيشي، محدش يقدر يقرب منك وانا جارك، واللي يقرب منك هنزف ونسف. انا عارفه ومتاكده من غير ما انت تقول، وعندي استعداد اخرج دلوقتي حالا والف في البلد دي كلها واعدي من قدام بيت العمده، ولا هيعرف يرفع عينه فيا. بحبك
ناديه دي ايه اللي جابك هنا؟ رايحه المدافع، توحشت ابويا قوي، هافف علي، جالي في المنام وقال لي انت فين؟ محدش بيسال فيا، وانت على فين؟ اهو راح اتلقى عليا قهوه كده وخلاص. ايه ست الستات بنت الاصول مزهجاك ولا ايه؟ ست الستات بنت الاصول اصلا زهقت مني. معلوم زهقت. وانت ساكت ليه يا فتحي؟ ده انت راجل. طب انا وكنت متحمل عشان الهم والغم والجرف اللي هشوفه لو اتطلقت، لكن انت ايه اللي مخليك ساكت كده؟ انا لو مطرحك اخد اليد توجع عليه واخلع. تقصدي ايه؟ اقصد انك لازم تشوف روحك، ولازم لما تمشي تمشي وانت كسبان، وكسبان كتير قوي. بالاذن. أعمل إيه؟ وإيه اللي كان ممكن أعمله؟ ما أنا لحم ودم وبحس، ولا أنا يعني بهيمة تاكل وتشرب وتنام وخلاص. حسيت إنه مش حاببني، حتى لما كان بيجرب، كان بيجرب مني بس عشان دي واجب عليه، مش عشان بيحبني وعايزني. أمه كانت منغصة عليا عشتي، كرهتني في نفسي وسنيني والبيت اللي عايشة فيه. هو ملوش ذنب، ما قدرش يفهم اني خلاص ما قدتش طايقة اعيش في البيت ده يوم واحد تاني. ابوه قتل ابوي، ابوه قتل ابوي، كسر ظهري، يتمني. ربنا بيقول ما حدش يشيل ذنب حد. يا ريتني كنت رديت بعشتي وتحملت، يا ريتني ما كنت سبت بيتي. وانا مش هبقى زيك، انا مش هسيبه لغيري. ليلى البلد كلها ما شافتش زيها، الناس هتاكل وتشرب تملى بطنها. لو اللي في بالي حصل يا سيدنا، جمانة. لا، كل حاجة زي ما اتفقنا، أنا معاك للآخر، واللي أنت عايزاه أنا هعمله. لا مروان ولا غيره يقدر يخليني أرجع اللي أنا قلته. آه أنا نويت خلاص، اعتبريني معاكي، والفلوس اللي أنت عايزاها أنا هجيبها لك.
يا ستي بقول لك حاجبها. قولي لي بس انت عايزه الفلوس متى؟ كلم مين؟ انت مالك؟ لما اسالك تجاوبني بتكلم مين؟ وانا مش عايز اقول لك انا بتكلم مع مين. دي حاجه خاصه بيا. حاجه خاصه؟ تعال تعال اقعد اقعد. اسمع انا عايز اقول لك كلمتين. وانا مش عايز اتكلم معاك. لا هتسمع اللي هقوله وهتنفذه كمان. وانا اللي يمكن اعمل حاجه غصب عني عشان تبقى عارف. ما انت لو ما نفذتش انا هتصرف تصرف تاني وانا متاكد مش هيعجبك. انت عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني اكتر من اللي انت خدته؟ كل حاجه بجد تحت يدك، وابويا سايبك تتحكم في كل حاجه من غير ما يقول لك انت بتعمل ايه، والناس كلها بتعتبرك عبد حكيم وانا جنبك ولا حاجه. كنت فاكرك في الاول طيب ومسكين، كنت بشوفك شايل الشغل على راسك واقول يا حرام مش لاقي وقت يعيش حياته ويتمتع بيها. كنت بشوفك مظلوم، بس من الواضح اني كنت اهبل وعبيط مش فاهمك زين. خلصت كلامك؟ خلصت. انقلع انقلع. يعني انت مش جاي عشان تشوف ابوك؟ لا انا جاي عشانك وعشان عايز فلوس وفي نفس الوقت اشوف زين. تشوف زين ابو عاوز فلوس؟ طب يلا غور من قدامي، ما عاوز اشوف وشك هنا تاني، ولما ابقى موت ابقى تعالى خد ورثك. انت فاكر نفسك فين هنا؟ كل ما تشوف واحده تعجبك تجري وراها. هنا في عادات وتقاليد واصول لازم تراعيها قبل ما تتكلم. بس ولا كلمه. ليه ولا كلمه؟ وبعدين انا ما بطلبش اي حاجه غريب. انا من حقي اطلب منك اللي انا عايزه، ومن حقي كمان اني اسال عن اي حد حسيت انه مرتبط بيه بعلاقه صداقه. صداقه؟ الصداقه دي تتكلم عنها هناك في بلاد بره. اشكر ربنا لو حد سمعك وانت بتقول الكلمه دي هنا. قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. انت من حقك تطلب مني فلوس، وانا من حقي اقول لك لا لما الاقيك ما بتفكرش في ابوك ومش حاطه في دماغك وكل همك تاخد منه مش تديله. أنا مش معايا حاجة عشان أديهالي. ما هذه المشكلة، إن أنت ما معكش حاجة تديهالي. واللي أنا عاوزه منك عمرك ما هتفكر فيه ولا هيخطر على بالك. أيوه. السلام عليكم. أهلاً عبد الحكيم. أهلاً يا بشارة. أهلاً يا عم، اتفضل. اتفضل. عايزك في كلمتين، ها؟ اتفضل. اعمل شاي يا بشارة. خير؟ جاي منين دلوقتي؟ جاي من مصر. لسه ما روحتش البيت؟ لا لسه. عشان كده تقصد ايه؟ سيبك من اللي اقصده، المهم انت عاوز ايه دلوقتي؟ انا اتجوزت نادى رسمي. تجننت يا عبد الحكيم؟ تجننت ليه؟ تعال كمان. وتعرف منين اللي ببطنها ولدك؟ ما يمكن بتلعب عليه؟ لا انا متوقد. ايوه احساسي ما يخيبش. حاسس؟ حاسس ولا عايز تخلف عيل تاني واتنين وتلاته؟ وماله؟ ايه اللي يمنع؟ اللي يمنع اني من بنت صايعه ملهاش لا لا حسب لفظك دي مرتي. ما هدي الخيبه. تخبت على كبر ولا مخك فوت ولا ايه يا عبد الحكيم؟ بقى انت تتجوز دي وتعمل منها واحدة وتخلي راسها براس الست جبرية؟ ده اللي حصل. ليه عملت كده؟ ليه يا عبد الحكيم؟ أقول لك إيه؟ أنا جايلك عشان تهديني بكلمتين مش تقلب علي الكلام. جايلي عشان أقول لك إيه؟ وماله؟ أعمل ما بدالك؟ أنت صح؟ وإيه اللي يمنع؟ أنا معايا بدل اللي يفتح البيت يفتح 10. خلاص روح اتجوز 10 واملى البيت عيال وخليها تخرب من تحت راسك. تخرب ليه؟ اسمعك بتقولي كده افتكر انك حافظت اللغه على بيتك. ما عشان ما قدرتش بقول لك ما تعملش زيي. انا ممكن اقول لك كلام يريحك
ممكن أقول لك أنت صح وأعمل ما بدالك، وهي الست ندى دي في زيها، بس أنا لو قلت لك كده هبقى مش صاحبك، هبقى زي أي واحد بتقابله في الطريق في القطر في العربية، زي أي حد يقول لك كلام يريحك عشان ياخد منك وما يدكش أي حاجة. هو كلامي زعلك؟ أنا مش زعلان منك، أنا زعلان عليك. بيتك بيوجع وما كانش وجع فعلا. بيت مين؟ بيت أبوك، البيت الكبير اللي بناه جدك وأبوك حافظ عليه. مش هيوجع، البيت وتد متين، محدش هيقدر يهده. حيطان مداري وراها بلاوي، البيت بالناس اللي عايشة جواه، مش بالحيطان اللي محوطاه ولا السقف اللي مضلل عليه. تقصد ايه؟ ولدك مروان كان ممكن يتقطع 100 حتة النهاردة، وزينب بنت أخوك العمدة كان عاوز يبهدلها والدنيا مقلوبة، وانت هايص في مصر مع الهانم الجديدة. كلام اللي بتقوله ده؟ زي ما بقولك، لم بنات أخوك حواليك وحسسهم إنك عمهم، وشوف بالتعب السلام وطيب خطرها، وقول لها إنك غلطان، يمكن تحس إنك أنت قصرت في حق عبد السلام وإنه كان أخوك وحبيبك. قول يا إسحاق كمل، واجيب كريمة تقعد هنا وتاخد نص الدار وتعمل اللي هي عايزاه. أنا ما قلتش كده، بس لازم يعرفوا إنك عارف إن هم ليهم حق عندك. قول لهم اللي عاوز حاجة يطلبها مني وأنا مستعد أديها له، بس لازم يحسوا إنك أنت خايف وقلقان عليهم. كلامي مش عاجبك مش كده؟ استنى يا عبد الحكيم، استنى، رايح فين؟ عمتي. نعم. أنا عاوز أرجع لجوزي. ترجعي لمين؟ جوزي مروان. أنت عايزة ترجعي للأبوه طخ أبوكي بالنار؟ ما أنت مجوزة بنتك لولد اللي قتلوا جوزك وخدوا مالك، وبنتك التانية هناك عندهم في البيت. أيوة، بس أنت يا نادية عارفة أنا بعمل كده ليه؟ أنا كمان أرجع البيت الكبير وأعمل اللي أنت عايزاه. ما ينفعش. ليه؟ ليه ما ينفعش يا عمتي؟ استهدي بالله يا نادية، استهدي بالله. لو أنت ما عملتيش كده أنا هروح له واستسمح واقول له يرجعني تاني. يعني عايزة ترخصي نفسك وهو نجده غالية؟ اللي حصل لك؟ اللي حصل لك يا نادية؟ حصل لي؟ ما حصليش حاجة يا عمتي، ما حصليش أي حاجة. طول اليوم مرمية زي الصرمة بين 4 حيطان، بسمع كلام ماليش فيه لا عيش ولا غموس، وآخر الليل أقعد لوحدي في الضلمة أخبط دماغي في الحيط عشان اتبطل، وبرضه ما بتبطلش. هو مالوش ذنب، أنا اللي ما كنتش واخدة بالي. ما ذنبوش إن أمه ما طيجانيش ولا إني ما بخلفش. أنا هرجع لمروان. هو يعني عبد الحكيم لو صمم إنه يجوز مروان لزينب هتقولي لا؟ هقول نعم، موافقة. عمتي انت بتحبيني كيف ما بتحبي بناتك؟ ربنا وحده اللي يعلم انت غالية عندي قد ايه، وزي بناتي واكتر. انا تعبانة قوي يا عمتي،
ما عارفهاش اعمل ايه. عقلي بيقول لي هتعملي ايه لو كملتي حياتك لوحدك بين اربع حيطان؟ انا كنت اتجنن. ان شاء الله هيجي لك راجل يعوضك عن اللي فات ويخلي كرامتك على راسه من فوق، ولو حد هانك هو اللي يدافع عنك. مش هيجي. انت فاكره ان في حد في البلد يقدر يهوب ناحيتي بعد ما خرجت من بيت عبد الحكيم؟ يا حبيبتي، عبد الحكيم بذات نفسه جوز اخته للخدام بتاعه، يبقى مش هيقدر ليه؟ بكره اجي لك عدلك، ما تخافيش. حتى لو هيروح يطلبني من بيت عبد الحكيم. ليه يا حبيبتي؟ وانا رحت فين؟ يا ناديه انا زي ابوكي واكتر، لازم تفهمي كده يا بنتي. انت مش واخده بالك ولا ايه يا عمتي؟ احنا محسوبين حريم على بيت عبد الحكيم، يعني هو الوحيد اللي يقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. وانا كمان يا ناديه بعرف اقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. تعبتيني معاك يا بنت اخويا، تعبتيني. الفيوز ضربت. اهلا يا ابوي. طلعت راجل صح يا مروان. يا ابوي المصيبه دي لازم نخلصها مني. هخلصك منها. والعمده انساه، من النهارده ما بقاش عمده. يا ابوي عايز اتكلم معاك. بعدين يا ولدي. شفت اللي حصل؟ حصل ايه؟ انت ولا على بالك هتنام ولا كأن حاجة حصلت. خير يا جبرية؟ منين الخير؟ وانا مش ههدى الا ما تروح على دار العمدة دي وتهدها وتسويها بالارض، عشان تاني مرة يتعلم يبقى يجي بالغفر بتوعه يهددونا ويخلوا اللي ما يشري يتفرج علينا. اسكتي اسكتي. لا مش هسكت الا ما اعرف انت ناوي على ايه وايه اللي في دماغك انا معرفهوش. كمني في ريحه عفشه كده مش عجباني. الريحه العفشه دي طالعه من حنكك يا جبريه. دلوك كلامي مش لدد عليك. انا جاي من السفر تعبان ومش قادر افتح عيني. سلامتك. وايه اللي تعبك يا نني عيني من جوا؟ ولا تكونش فاكر اني قاعده هنه ودني من طين ودني من عجين وعينيا مقفله؟ لا يا حبيبي، انا عارفه انت بتسافر مصر تعمل ايه. ريحتها العفشه عاد طافحه من خلقاتك وانا اللي بنضفها لك. اتجننت يا بت؟ اتجننت من ساعه ما حسيت انك بتنزل مصر تتسربح. لينا ايه في مصر تنزل له بالايام؟ قول لك ايه؟ عايزة تعرف اللي هي ايه في مصر؟ اللي هي كتير يا جبرية. ليا مرة وعلى ذمتي، مش بس كده وحبلة مني كمان. ايوه
زي القمر، حلوة وصغيرة، تعرف ازاي تبسط جوزها لما غيب عنها، ببقى عايز ارجع لها تاني وانا معاك على السرير ده، ما بفكرش الا فيها وانا عايز ارجع لها هي يا عفشه.